السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بالف الف خير بعد غياب طويل ها قد عدت اليكم في الفيديو هذا واش راح نديرو نديرو فيزياء الفصل الثاني تاع الثانيه متوسط في فيديو شرح شامل هذا راح نديرو فيه زوج فيديوهات اوكي راح نديرو زوج فيديوهات الفيديو هذا نشرح فيه الفيزياء كامل تاع الفصل الثاني والفيديو الثاني بلك نحطوه غدوة ان شاء الله فيه النماذج تاع الاختبارات على بالي البروبلام كامل راه هنا في الفرق بين الحركات الثلاثة هذو على بالي تسعة وتسعين بالمية مازال ماهمش فاهمين اوكي ما لا ركزوا معايا مليح من بداية الفيديو تفرجوا اقسموه على بالي فصل كامل تقارن من ثمانية لربعة تاع العشية في فيديو كيما هذا في ساعة ونص ولا ساعتين نورمال عادي اقسموه على زوج ولا تفرجوه كيما من ثمانية 12 كيفاش تقدروا تقراو من ثمانية ل 12 ربع سوايع فيديو كيما هذا يجيكم قاطو قهوه حليب اوكي اوكي هيا ما نبداو تبعوا معايا العناوين هذو نبدأ آه نبداو من العنوان الاول ونجيو والفيديو هذا كيما راكم على بالكم راني مكلاسي هنايا في الوصف تاع الفيديو تلقاو باللي راني مكلاسي كل درس هاو الوقت اللي يبدا فيه ويخلص فيه العناوين هذو كامل نكلاسيهم في هذا الفيديو اوكي يا جماعه متفاهمين نبداو على بركه الله راح نديرو فيه هل الجسم في حالة حركة أو في حالة سكون يعني الجسم في الدنيا هذه أي جسم يقدر يكون ساكن ولا يكون متحرك وش معناتها متحرك معناتها الموضع نتاعو يتغير بمرور الزمن معناتها الموضع نتاعو يتغير بمرور الزمن هذا نقول عليه متحرك هيا دوك نبدا نكتب اللي عندي الجسم اوكي الجسم هذا يقدر يكون متحرك يقدر يكون ساكن ما تفهمين سيبا عندنا زوج حالات لا ثالثة لهما اي جسم في الدنيا هذه يقدر يكون متحرك ويقدر يكون ساكن صح قواعد اللعبة حنا راح نتعلموا في الدرس هذا واحد القواعد راني نسميها قواعد اللعبة باش تولي تحل بهم اي تمرين الجسم هذا باش تقولي انت ساكن ولا متحرك لازم يتحقق واحد الشرط ما تقدرش تقول ممنوع ممنوع تقرر اسكو الجسم هذا ساكن ولا متحرك حتى يتحقق هذا الشرط الشرط هذا هو انه الجسم هذا لازم تقارنه مع جسم اخر تقارنه مع جسم اخر ها الجسم اثنين يعني لازم يكون عندك زوج صوالح مثلا انا نقول لك الهاتف تاعك فوق الطابله ولا فوق البيرو تاعك راهو ساكن ولا متحرك قولي استاذ ما نقدرش نقول لك لازم نختار جسم اخر ونقارنهم متفاهمين ولا لا هذه القاعدة الأولى لازم ديما يكون عندك زوج أجسام الجسم واحد والجسم اثنين بعد راح نقول لك الجسم اثنين هذا واش نقولوا هذا راح نولي نعطيوه تسمية متفاهمين ولا لا نزيد نعاود لك أي جسم في الدنيا هذه راح يكون عنده زوج حالات يكون متحرك يكون ساكن حنا باش نقولوا على الجسم هذا راهو متحرك ولا ساكن لازم نقارنوه مع جسم اخر لازم يكون عندك جسم رقم اثنين وتقارنهم مع بعضهم ومن بعد باش تقرر متحرك ولا ساكن كيفاش تقارنهم مع بعضهم راح تشوف المسافه بيناتهم راح تشوف المسافه بيناتهم تتغير ولا ما تتغيرش يعني دوك راني يعني نشرح لك راني يعني راح نديلك مثال وتفهم كلش مليح مليح مثلا عندي الجسم واحد يعني كاتب الجسم واحد الجسم واحد مع الجسم اثنين المسافة بيناتهم ما تتغيرش مثلا الهاتف تاعك فوق البيرو اسكو المسافة بين الهاتف والبيرو يعني المكتب اسكو المسافة بين المكتب والبيرو تاعك والتليفون تاعك تتبدل ولا لا لا استاذ لا تتغير اذا كان المسافة لا تتغير معناتها الجسم ساكن وش نقولوا لجسم واحد اللي هو الهاتف نقولوا عليه ساكن نقولوا عليه ساكن بالنسبه لشكون بالنسبه للمكتب اللي هو الجسم اثنين ديما راني وصيتك لازم زوج اجسام اي جسم في الدنيا هذه نسقسيك عليه نقولك هذا ساكن ولا متحرك ما تجاوبش ممنوع تقولي استاذ لازم يكون عندي زوج اجسام الجسم اللي اللي تحب تعرف انت الحاله تاعو ساكن ولا متحرك لازم تقارنه مع جسم اخر في حالتنا احنا خيرنا الهاتف مع من قارنته مع المكتب تقدر تقارن الهاتف نتاعك معاك انت انت مثلا اكرام ولا انت عذرا اه راحت لي كتيبه اكرام اوكي إذا كانت المسافة بين الهاتف وإكرام بمرور الزمن ثابتة ما تتغيرش مثلا إكرام راهي قاعدة تتفرج في التلفاز والهاتف نتاعها راهو حذاها المسافة بيناتهم تتبدل ولا ما تتبدلش أستاذ لا تتغير المسافة معنتها وش نقولو نقولو الهاتف ساكن بالنسبة إلى إكرام معنتها قواعد اللعبة ديما تجيب زوج اجسام تشوف المسافه بيناتهم راني دايرها بالاحمر اذا كانت تتبدل معناتها الجسم متحرك اذا كانت ما تتبدلش المسافه بين زوج اجسام لا تتغير نقولوا عليه ساكن هذه علي ديرها في راسك مليح ونديروا مثال دركا مع بعضنا باش نشوف فهمت ولا ما فهمتش صح عندي مثلا منزل ها هذا منزل هذا منزل ها آه. فيه زوج نوافذ فيه الباب وهذه اللي لهنا سموها اكرام ها آه. هذه سموها اكرام اكرام راهي تمشي اكرام راهي تتحرك يعني راهي تمشي اكرام دركا الحاله نتاعها راهي تمشي لو كان نقول لك دركا نسقسيك نقول لك اكرام بالنسبه الى المنزل أو عندي زوج أجسام، هذا الجسم الأول اللي هو إكرام، والجسم الثاني هو المنزل نقولك أعطيني إكرام بالنسبة إلى المنزل، ساكنة ولا متحركة؟ أنت أول حاجة تديرها تشوف المسافة بين إكرام والمنزل تبدلت ولا لا إذا كانت المسافة تبدلت، وش نقوله؟ نقوله إكرام متحركة بالنسبة إلى المنزل إكرام متحركة بالنسبة إلى المنزل يعني إكرام هي الجسم الأول والجسم الثاني هو المنزل والمسافة بينتهم تبدلت مع أنت إكرام متحركة بالنسبة إلى المنزل علاش إكرام راي متحركة قلت لك لأنها تمشي أنا أعطيتك معطيات صح ولا لا لا ذو كان زيد نسقسيك سؤال باش نعرفك فهمت ولا ما فهمتش وش راح نقول لك نقول لك اكرام رأي عندها الهاتف اوكي هذه رأي اكرام اكرام رأي عندها الهاتف وتمشي اكرام اي حكم الهاتف وتمشي انا دوك راح نسقسيك نقول لك ما هي ما هي شوف تبع معايا مليحه راح نسقسيك الحاله اعطيني الحاله الحركيه بين اكرام والهاتف بين اكرام والهاتف بين الهاتف والمنزل قولي دركا في إيه في كل الحالة تقولي هيا في الحاله الاولى هذه قولي اكرام راي متحركه ولا ساكنه بالنسبه الى الهاتف وفي الحاله الثانيه الهاتف ساكن ولا متحرك بالنسبه الى المنزل انا الامثله هذو راح نجاوبهم لك باش نفهمك مليح من بعد هي راح تجي دالتك انت باش تجاوب يعني راح نجيبو ديريكت التمارين تاع فروض ونحلوهم صح نقولو اكرام والهاتف اكرام والهاتف انا ديسي باش نديسيدي الحركه تاع اكرام لازم نقارنها مع جسم اخر اللي هو الهاتف هاو عندي جسم واحد وعندي جسم اثنين انا الاستاذ عطاني قاعده قاعده في اللعبه هذه واش تقول لك لا يمكن الحكم عن جسم يعني راح نكتبها لك هنا هذه تحفظها هذه قاعده لا يمكن الحكم عن جسم هي أنه في حالة حركة أو سكون ما نقدرش نقرر أسكو الجسم هذا في حالة حركة أو سكون إلا إذا حددنا الجسم الثاني والجسم الثاني هذا ما الجسم الثاني راح نوليو نقولولو تسمية جديدة نوليو نقولولو المرجع نقولولو المرجع متفاهمين ولا لا لا الجسم الثاني هذا توجور نقولولو المرجع يعني بدلتها المرجع يعني واش نقولو أه الجسم الاول ديما نقارنوه مع جسم ثاني اللي نقولولو المرجع الجسم الثاني ديما نقولولوه كالمرجع اوكي نشوفو المسافه بيناتهم اذا تبدلت معناتها هذا راه متحرك واذا ما تبدلتش معناتها راه ساكن كما في الحاله نتاعي هذه لهن واش نقول اكرام بالنسبه للهاتف شوف اكرام بينها وبين الهاتف المسافه تبقى نفسها الهاتف مش راح يهرب لها في يدها ويطير ويروح يعني المسافه بينها وبين الهاتف في يدها ما تبدلتش مالا واش نقولو نقولو اكرام ساكنه بالنسبه الى الهاتف إكرام ساكنة بالنسبة إلى الهاتف لأن المسافة بينتهم تبدلش هذه هي القاعدة اللي ديرها في راسك ديما عس المسافة دي ما شوف المسافة إذا المسافة تبدلت معنتها راي في حالة حركة المثال الثاني هذا وش قلنا قلنا الهاتف والمنزل الهاتف والمنزل الهاتف والمنزل إكرام راي تمشي معنتها الهاتف لو راهو لاصق فيه كرامه يرفدات ويحكمات ويهزات معناتها وهي تمشي المسافة تتبدل بين الهاتف والمنزل ما لوش واش نقولوا الهاتف متحرك بالنسبة إلى المنزل هاي نجي لهنا ونكتبها نكتب لهنا الهاتف وش به متحرك بالنسبة إلى المنزل والمنزل هو المرجع المرجع التاعي قلنا الجسم الثاني ديما نقولوا المرجع هيا دوك راح نفاصي هذو انت يا تحفظ لي المخطط هذا اي جسم في الدنيا هذه باش نقولوا عليه متحرك ولا ساكن راح نشوفوا المسافه بينه بين الجسم هذا والجسم الثاني اللي هو المرجع هيا هذا المخطط هذا ديروا في راسك مليح خاطر راح نجاوبوا به كل التمارين كل التمارين نجاوبوهم بهذا المخطط صح هيا نروح نديروا المثال الثاني ونختمو به صح راح نجاوبوا مع بعضنا في هذا الحصة على هذه الأسئلة وقبل ما نقرأ الأسئلة ونجاوب عليهم راح نديروا مثال بسيط أوكي المثال البسيط هذا عندي تلميذ عندي تلميذ وكان اللي هنا الطريق كان اللي هنا الطريق صح نديروا هكذا أيوة هذه عبارة على طريق طريق وهذا تلميذ اوكي صح وفي هذا الطريق وفي هذا الطريق كاينه سياره يعني ما نعرفش نرسم مي سياره صح وهذه السياره السياره هذه راهي تمشي ايه سؤال مطروح لماذا التلميذ ساكن ومتحرك في نفس الوقت اي انتم دوكا تقولوا لي متى يكون التلميذ ساكنا ومتى يكون التلميذ متحركا يقدر يكون زوج حالات، يقدر يكون متحرك، ويقدر يكون ساكن يعني أنا راح نكتبها لكم الإجابة هذه له يكون التلميذ ساكن أيوة، بالنسبة للطريق بين التلميذ والطريق تبقى نفس المسافة، ما تتبدلش الطريق في بلاستها وهو في بلاسته اما هنا واش نقولوا نقولوا التلميذ رأو ساكن بالنسبه الى الطريق خيرنا جسمين الجسم الاول هو التلميذ الجسم الثاني هو المرجع اللي هو الطريق اللي في راسك مليح كي قلت لكم ديما نختاروا زوج اجسام الجسم الثاني هو المرجع صح اوكي العفسه الثانيه واش نقول نقول يكون التلميذ متحرك لا هي بالنسبة للسيارة صح ولا لا السيارة هي المرجع الجسم الثاني التلميذ هو الجسم الأول التلميذ هذا المسافة بينه وبين السيارة تتغير لأن السيارة راهي تمشي وبما أن المسافة بين هذا الجسمين تتغير نقول الحركة نقول طبيعة الحركة بيناتهم وش عليهم متحركة يعني التلميذ هذا راه متحرك بالنسبة إلى المرجع اللي هو السيارة أوكي تقدروا حتى تعبروا العكس تقول باللي السيارة متحركة بالنسبة للتلميذ لأنه المسافة ديما تتبدل هذه القاعدة اللي مديتها لكم ديما راقب المسافة تتبدل ولا لا لا صح حنا دركا كتبنا المعطيات هذه وبناء على المعطيات هذه راح نطرحوا السؤال هذا لماذا التلميذ ساكن ومتحرك في نفس الوقت علاش التلميذ ساكن ومتحرك في نفس الوقت واش نقولو نجاوبو الإجابة تاعنا نقولو يمكن يمكن لجسم أن يكون متحركا أو ساكنا يعني أي جسم يقدر يكون ساكن ولا متحرك في نفس الوقت في نفس الوقت وذلك هاي يعني لهنا تبدأ الإجابة حسب المرجع المختار يعني على حسب المرجع اللي نختاروه تكون طبيعة الحركة تاع هذاك الجسم كما التلميذ هذا يكون متحرك بالنسبة للسيارة متحرك وبالنسبة للطريق ساكن كل مرة اخترت مرجع مختلف هذه هي الفكرة على حسب المرجع اللي تختاره على حساب المرجع ما لذلك احنا واش نقوله نقولوا ماذا تستنتج بخصوص نوع الحركة ماذا نوع الحركة هذه وش نستنتجو بخصوصها نقولوا واتبع معايا مليح نوع الحركة نوع الحركة يتعلق اهي به يتعلق بالمرجع المختار يعني نوع الحركه تاع هذا الجسم اللي هو التلميذ متحرك ولا ساكن على حساب على حساب المرجع على حساب المرجع ما اذا اخترت السياره التلميذ السيارة متحرك المسافه تتبدل والتلميذ والطارق واش كاين المسافه ما تبدلش يكون ساكن يعني نوع الحركه متحرك ولا ساكن نوع الحركه هي متحرك ولا ساكن هي تتعلق بالمرجع المختار هذا ما كان هذه هي الفكرة اللي حاب نوصلها لكم متفاهمين ولا لا كان واحد العفسة مهمة راح نهضر عليها ذركة راح نكتبها له احنا كي نقولوا تلميذ احنا كي تلميذ يكون متحرك ويكون ساكن في نفس الوقت هذه وش نقولوا لها نسبية الحركة نسبية نسبية الحركة يعني انت في اي تمرين في اي سؤال كي يقولك نسبية الحركة معناته هو يقصد هذاك الجسم مرة يكون متحرك ومرة يكون ساكن على حسب المرجع اللي نختاره هذا ما كان يعني هذه نقول لها نسبية الحركة متفاهمين ولا لا اذا سمعت كلمة نسبية الحركة معناتها الجسم هذاك يقدر يكون ساكن يقدر يكون متحرك في نفس الوقت على حسب المرجع اللي تختاره كيما التلميذ هذا اذا كان متحرك راني اخترت السياره كمرجع واذا اخترت الطارق كمرجع راح يكون ساكن واش نقولوا لي هذا معناتها التلميذ هذا راه متحرك وساكن على حسب المرجع كي يكون متحرك وساكن نقولوا عليها نسبيه الحركه يعني الحركه ما تقدرش تحكم عليها منما اي جسم في الدنيا هذه تقدر قد تقول متحرك وانا أقول لك ساكن انت اخترت مرجع خاص بك وانا مرجع خاص بيا وكيلانا صحيح على المرجع رانا في زوج صحاح اوكي متفاهمين هيا نتلاقا في الفيديوهات القادمة صح في هذا الفيديو البسيط راح نعرف فيه المسار وانواعه هذا بوابة لسلسلة دروس جديدة راح نقرأ انواع المسارات المسارات اسكو نسبية ولا ماهيش نسبية كما قرينا في البداية نوع الحركة ولا نوع حركة الجسم ساكن ولا متحرك على يعني على نسبية قدر جسم يكون متحرك وساكن في نفس الوقت حسب المرجع الذي نختاره اوكي صح احنا درك واش نديرو راح نقراو المسار وانواعه قبل ما نديروها نعرفو التعريف واش هو المسار قالك هو جملة من الاوضاع المتتالية التي يشملها المتحرك نفرض بلي التلميذ راهو يتحرك كان هنا ومن بعد بعد زوج ثواني رجع له بعد ثلاث ثواني رجع له ومن بعد ربع ثواني او يمشي او يمشي التلميذ او يمشي هو جمله من الاوضاع هذا وضع هذا وضع هذا وضع كل مره وضع جديد يتنقل من موضع الى موضع جديد بمرور الزمن او يمشي أهيه. قال لك التي يشملها المتحرك نفرض لو كان كان عندنا نقطه له آه كل مرة نرسم نقطة كل مرة نرسم نقطة في الجسم نفس النقطة في جسم هذا التلميذ وهو روي يمشي قال أثناء الحركة يعني هو يمشي راح يشمل آه يشمل المتحرك أثناء الحركة خلال زمن معين يعني في المدة الزمنية هذه التلميذ هذا يشمل مواضع معينة لو كان نمرر إن أنا اخترت نقطة ركزوا معايا مليح اخترت نقطة منه لو كان نربط النقاط هذو كامل مع بعضها مش خرج لي خرج لي مسار هذا المسار الطبيعه تاعو كيفاش دايره مستقيمه راكم تشوفوه معايا في المسار هذا الطبيعه تاعو مستقيمه أه كاين بزاف امثله هذا مثال بسيط باش نفهم لكم الفكره تاع المسار واش هو المسار فهمناه دوكا واش هو راح نقراو انواع بالامثله انواع المسارات راح نقراو مع بعضنا انواع المسارات نبداو بالاول كره البولينغ هذه راح يرميها اللاعب وهي تمشي تك 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 تك, تك حتى تضرب الهدف وقبل ما توصل الهدف حنا واش نديرو كل مرة نلتقطو المواضع اللي تفوت عليهم انا سميناهم لهم آه واحد زوج ثلاثة اربعة الى غير ذلك لو كان نوصل بيناتهم يخرج لي مستقيم يعني المسار تاع كرة البولين كيفاش داير مستقيم اي كل مرة تفوت لي على نقاط تفوت النقطة هذه تفوت مثلا المركز نتاعها ها كل مرة كل ما تفوت ثانية تشك ندير لها تصويرة تفوت ثانية تشك ندير لها تصويرة وأنا كل ما ندير لها تصويرة نحدد الموضع هذاك اللي تفوت عليه في النهاية خرجوا لي عدة مواضع نربط بيناتهم كي نربط بيناتهم لقيت مستقيم معناتها الحركة نتاعها مستقيمة صح ولا لا لا اوكي ما نحنا واش نقولو نقولو مسار مستقيم ببساطة وكان عندي مثال واحد آخر وين مثلا نجيب هاد الدائرة القرص هذا نثبته هنا في المركز بمسمار ندير له مسمار باش نثبته وندير لهنا ثقبة علي لونتها بالأحمر وندور ندور القرص هذا ندور 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 ونشوف نشوف نلاحظ بعد ثانية النقطة هذه الثقبة هذه وين تولي تولي لهنا آه النقطة هذه راح تولي له بعد زوج ثواني تولي له يعني بمرور الزمن نلتقط صور تشك تشك بالكاميرا ونعس النقطة تاعي وين جات صح خرج لي هذا الشكل هذا النقاط هذا المواضع نربط بيناتهم واش نلاحظ نلاحظ بلي شكلوا لي مسار دائري مسار دائري ببساطة نتبع النقاط سهلة سهلة صح نروحو نزيدو نديرو مثال واحد آخر وين رميت الكرة تاع السلة رميت الكرة هذه وهي تمشي كل مرة نلتقط لها صورة كانت هنا ومع رجعت اللين هذا هو المركز تاعها ومع جات اللين ومع جات اللين ومع جات اللين نديرها باللون الأحمر المركز تاعها اللين ومن بعد صورت صورت وصورت مثلا نتارك رميت الكرة وأنا نصور تشك 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 ونتبع في الكرة كيفاش تمشي نرسم نخير نقطة راح نخير نقطه من هذه الكره ونتبع المسار تاعها ومن بعد خلاص في النهايه نربط بين النقط هذو ها واش يخرج لي يخرج لي خط منحني يعني نوع المسار هذا واش نقولوا له واش نقولوا للمسار هذا نقولوا له مسار منحني يعني كان عندي ثلاث انواع من المسارات قادر يخرج لك مسار منعدم نوع الحركه واش تكون في مسار منعدم كيفاش راح تكون نوع الحركه ايوا تكون ساكنه ما تفكر قلنا الحر... نوع الحركه أي, ح... اي عفصه في الدنيا هذه تكون ح... تكون متحركه ولا ساكنه المهم هذه بعد راح نزيدو نشوفوها في نسبيه المسارات نسبيه المسارات هذه راح نزيدو نشوفوها بالتدقيق صح وندير لكم فيديو على العجله ندير فيديو سبيسيال على العجله على بالي العجله راح يشوف فيها بزاف تمارين تاع الفروض والاختبارات الثانية والدخول فيها بزاف العجله ندير لها فيديو خاص العجله وهي تدور على نفسها ولا العجله وهي تمشي اي تدور على نفسها وفي نفس الوقت تمشي تتقدم العجله الدراجه مثلا المهم اما دوخوش روحكم بها دوك ندير لها فيديو خاص ونشرحوها بالتفصيل الممل نتوما لي انواع المسارات اوكي باش من بعد في الفيديو القادم راح نتقدموا شوي في المفاهيم تبدا تتعقد شوي الحاله باش يتعقد راح يزيد شويه ديتاي هذا مكان كان ما تخافوش اوكي هي ما تفهمي صح في الدرس هذا راح نديرو نسبية المسارات نسبية المسارات تبعوا معي مليح من بداية من هذا الفيديو لازم يبدأ التركيز راح نعطيك واحد المعلومات إذا قلت لك حفظها لازم تحفظها دب راسك لأنه انت ذوك تحفظ وراك تبني في المعلومات باش من بعد كي ندخلوا شوية تفرعات يكونوا شوية فيهم الخليطة ما تتلفلكش وما تقوليش ما فهمتش انا راح نفهمك مليح مليح تبع معايا واش نقصدو بنسبيه المسارات واش نقصدو بكلمه نسبيه انا فهمتك فيما سابق واش نقصدو بكلمه نسبيه مثلا الجسم يقدر يكون ساكن ويقدر يكون متحرك في نفس الوقت سا المرجع اللي نختاروه قدر انت مثلا حافله قدر حافله انت راك راك تشوف الشيفور هذا هو الشيفور نتا المسافه بينك وبين الشيفور ما تبدلتش المواضع اللي بينك وبين الشيفور ما تبدلتش انت انت راح تشوفو ساكن صح وانا يلي هنا برا في الرصيف راني نشوف فيكم تتحركوا تك 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 تك, تك. المسافه بيناتنا راهي توسع راهي تزيد ما انا واش نشوف الشيفور هذا واش نشوفو نشوفو متحرك يعني انت تشوفو ساكن وانا نشوفه متحرك لانه المرجع ماشي كيف كيف المره الاولى قلنا سائق انت انت ولا سائق واستاذ خطوه استاذ خطوه وش معناتها وش نقصد بهذه المرجع تبدل مره درت المرجع انت ومره درت المرجع استاذ خطوه اللي هو راهو على الرصيف صح ولا لا لا هذه هي وش معناتها كلمه نسبيه اما الان راح نطبقوها على المسارات مسار تقدر انت تشوفه دائري وانا نشوفه منحني هنا نقول نسبيه المسار يعني على حساب المرجع اللي نختاره نشوفوا المسار واش راح يخرج لي قدر يخرج منحني قدر يخرج دائري يعني درك حنا ما نقدروش نعرفه لازم نحدد المرجع هذه نقولوا لها نسبيه المسارات صح واش راح ندير انايا درك راح نبدا نكتب واحد القواعد واش نقوله اول حاجه واش راح نقول نقول باللي يتغير المسار دوك نشوفوا مع بعض انا في المثال يتغير المسار اهي بتغير المرجع راح ندي مثال مهم جدا ولازم تحفظه المثال هذا سبيسيال نتاع العجله العجله هذه ديما تجي يحبوها الاساتذه ديما تجي في الفروض والاختبارات المثال هذا لازم تحفظه هذا هو اللي راح نديره احنا قلنا يتغير المسار بتغير المرجع يتغير المسار بتغير المرجع اوكي صح الحاجه الدوزيام وش هي نقولوا حركه نقاط من جسم هي التي تعطي المسار يعني حنا دوكا راح نتبعوا حركات يعني نقاط نديروها من جسم نبقاو نتبعوا مثلا هذا هو الجسم راح ندير منه ثلاث نقاط ندير وحده في راسه وحده في يده وحده في رجله وهذا النقاط نتبعوهم وهذا النقاط نتبعوه يعني هذا راح نتبعه نتبعوا المسار نتبعوا المسار نتاعو أي نفس النقاط نفس النقاط يعني نعاود نديرها بالأخضر النقطة هذه هي هذه النقطة هذه هي هذه النقطة هذه هي هذه باش من بعد نربطو بيناتهم نفس النقاط فهمتني ولا لا يعني راح نكتبها لك دوك حنا راح نديرو نديرو حركة نقاط تبع معايا مليح من الجسم حنا فيما سبق في أنواع المسارات واش قرينا قرينا حركة نقطة مادية يعني نقطة ونبقاو نتبعوها نربط بيناتها او هذا مسار مستقيم ولا نقطه تشكل لي خط منحني ها نقطه تشكل كي نربط بيناتهم يشكلوا لي خط منحني هذه مجموعه نقاط هذه نقطه واحدة راني نتبع فيها يعني نقطه ماديه وراني نتبع فيها مع مرور الزمن وين تولي ونرسم نقطه واحده بالصح دوكا واش راح نديرو حنايا راح نديرو نقاط من جسم كي نديرو نقاط من جسم نقولو حركه نقاط من جسم هي التي تعطي المسار يعني كي تربطهم تشوف المسار نتاعك صح خلينا من هذه دوك لاحقا نفصلو فيها مليح هنا يعني راح من بعد راح نشوفو مجموعه نقاط يعني هذا هذا هو الجسم ها هذا هو الجسم والجسم هذا راح نشوفو من نوع عده نقاط متفاهمين ولا لا لا متفاهمين راح ندي درك المثال نتاعي وتبع معايا مليح قال يتغير المسار بتغير المرجع يعني المسار يقدر يكون منحني ودائري في نفس الوقت هذا واش معناتها نسبيه المسارات حنا راح نديرو مثال قلت لكم مشهور بزاف لازم عليك تحفظه ديما يجي والمثال هذا واش ايه هو المثال هذا واش هو ايه هو العجله العجله مثال هذا تاعنا واش ايه هو العجله في العجله هذه راح ندي زوج مراجع المرجع الاول دوك نجيب التصاور ونوريلك المرجع الاول والمرجع الثاني المرجع الاول هو مركز العجله ايوا مركز العجله والمرجع الثاني هذا عباره على مرجع ايه والمرجع الثاني واش هو هو الرصيف مثلا انت راك تسوق في الدراجه تاعك صح انا راح ندير زوج مراجع المرجع الاول هو مركز العجله العجله هذه هي العجله تاعي هاي العجله تاعي المرجع تاعي نديرو بالاحمر هو المركز صح دوك انا كي ندير نقطه من هذه العجله ونبقى نتبعها العجله هذه واش دير راي تبقى تدور العجله راهي تدور وانا نتبع النقطه هذه بعد ثانية ايماجيني تاع العجلة راهي الدور المرجع هو اللي، كي نقول المرجع في النقطة الحمراء باش ديما ما تتلفلكش باش ما تتخلطش باش ما تغلطش كي نقولك المرجع في البلاصة الفلانية يعني حط عينك ثم ها يعني درت العين هذه رسمت عينها درك نعاود نرسم عجلة كبيرة باش نوريك مليحة هذه عجلة وهذا المركز انا راح نرسم العين هنا هذه عبارة على عين يعني كي نقولك المرجع هو هنا يعني العين ديما رسم العين في المرجع يعني انت راح تشوف من هذيك البلاصه كي نقولك المرجع الرصيف معناتها حط عينك في الرصيف كي نقول المرجع مثلا في مركز العجله حط عينك في مركز العجله وبقى تشوف وبقى تتبع بمرور الزمن راح نتبعوا النقطه هذه بعد مرور ثانيه وحده وانت راك تتبعك واقف لهنا في وسط العجله تخيل روحك صغير قد النماله تخيل روحك نمله وراك لهنا في مركز العجله النقطه الحمراء هذه بعد ثانيه وين تولي تولي هنا ومن بعد زوج ثلاث ثواني تولي هنا وانت تحسب والنقطه هذه تبقى غير الدور 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 وهذا هو المسار اللي راح تشكلوا المجموعه تاع النقاط اللي راح نرسموها احنا احنا كل ثانيه نتابعوها نديرو شغل تصوير متعاقب كل ثانيه نشوف النقطه تاعي وين تحركت وانت يا راك قد النملة راك صغير هنا في الوسط وتتبع لي في النقطة هذه في الأخير راح نسقسيك نقول لك أرسم المسار تقولي أستاذ نعم نرسم المسار راح تربط بين النقاط اللي ظهرت لي هاي النقاط اللي ظهرت لي وش خرج لك المسار اللي هنا تقولي أستاذ خرج مسار دائري مسار دائري على خرج دائري لأنه مجموعه النقاط اللي لهنا قد شكلت لي دائره صح ولا لا ربطنا بين هذا النقاط وشكلت لي دائره متفاهمين دركا كيدينا المرجع هو مركز العجله خرج لي المسار الدائري تاع العجله يعني نفس النقطه هذه اللي راح نديها في الدائره اللي له ها آه وهذا هو المركز هي اه حنا شكون راح نتبعوا النقطه الحمراء النقطه الحمراء راح نتبعها نرسم العجله له هي إيه. نرسم لك العجلة لهنا صديقي شوفوا تبعوا معايا مليح صديقي صديقتي التلميذة ونحط باش ما يقولوش تلميذة يقول لي صالح تقول غير انت انت كي نقول أنت, انت راي انت وأنتي في زوج متفاهمين ولا لا باش ما الحال يا بنيتي، شوفوا تبعوا معايا مليح نتبعوا النقطة هذه راح نتبعوها ال... كي قلت لك المرجع هو الرصيف وش معناتها واش راح دير هو المرجع واش راح دير انت تروح للرصيف وترسم عين ثم نفرضوا مثلا هذا هو الرصيف تك 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 تك, 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 تك. وانت راك واقف له قلت لك انا ارسم لي عين هاك كيف ترسم هذه عين الملاحظ هذا هو المرجع ها وتشوف منها انت وش تشوف راني يعني نحي منها باش تشوف مليح راح تشوف انتيا واش راح تشوف راح تشوف, تشوف هذه العجله راح لي النقطه هذه بعد مو العجله كي تدور دوكا راح نفصل دوكا راح نبداو المفيد هذه راح نحتاجوها من بعد هذه راح نحتاجوها بعد دوكا نقول لكم المهم باش ما نخلطلكش تبع معايا العجله كي تدور واش دير تدور حول نفسها وفي نفس الوقت راهي تمشي عجلة تاع الدراجة راهي تدور تدور على روحها وتمشي تدور على روحها وتمشي صح ولا لا حنا دوكا اول حاجه نديرو المحاكاه نتاع كي تدور على نفسها بعد ثانيه واحده واش راح يصير العجله راح تتقدم تولي هنا وتزيد الدور ثاني على نفسها يعني النقطه الحمراء هذه كانت لهنا راح تولي لي له صح خلي بعد ثانيه واحده نرسم العجله تاعي الجديده ها هذه هي العجله الجديده العجله الجديده هذه واش راح يصرى لها العجله تبع معايا مليح العجله الجديده هذه تقدمت رجعت له النقطه الحمراء بعد ثانيه راح تتبدل راح الدور حول نفسها العجله صح ولا لا راح تولي لي لهنا يعني انا راح نرسمها لهنا هاي النقطه الحمراء النقطة على المركز هي تبقى نفسها صح هذه العجلة الجديدة تبعوا معايا مليح بعد ثانية وحدة وانت تشوف فيها وش راح العجلة هذه راح تبقى تدور على نفسها يعني النقطة الحمراء هذه راح تولي لله هيا راح نديرها نديرها النقطة الحمراء تولي لله والمركزها والله ها يعني بعد ثانية وحدة هذه العجلة بعد ثانية وحدة العجلة تاعي تتقدم ترجع لله والنقطة الحمراء تولي لله هاني رسمتها لله والمركز تبعنا لله فهمنا ولا ما فهمناش فهمنا نزيد ندير الرابعه اوكي نزيد ندير العجله الرابعه تكون معايا مليح العجله اللي وصلنا لها أنا بعد ثلاث ثواني بعد ثانيه وحده وش صار العجله راهي تدور حول نفسها يعني النقطه الحمراء راح تولي لله وفي نفس الوقت العجله راح تتقدم يعني العجله راح تولي لهنا المركز يبقى نفسه والنقطه الحمراء راح تولي له بعد ثانيه الدور تك 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 صح ولا لا اوكي صح انتارك شوف ماشي انت راك ماكش في المركز انت راك له هاي العين تاعك حبيبي وحبيبتي ها راكم اللي هنا تشوف صح ولا لا لا ما لا دوكا واش نقولكم ارسموا لي المسار اللي راح يخرج راح تربطوا هذا النقاط اللي رسمناهم تربطوهم مع بعضهم باش نكتشفوا نوع المسار تبعوا النقطه الحمراء ها آه. نبدا نرسم نبدا نرسم ولو كان كملت زيد تعاود تجيني له المهم هذا المسار الاحمر المسار الاخضر هو تاع المركز وانت تعس لهنا راك تشوف حتى المركز هيا المركز تك 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 صح تفهمنا تفهمنا هنا المركز القديم في كي كيخذينا المركز المرجع هو مركز العجله لقينا باللي مسار منعدم ماشي النقطه ثابته بقات في بلاصتها لهنا النقطه الخضراء اللي هي المركز واش لها؟ شكلت لي مسار مستقيم يعني نقولوا حركة مستقيمة ها المسار مستقيم تاع المركز ها, ها تفهمين الحركة دوك نشوفوا الحركة من بعد ماشي دوك دوك نوع المسار هذا مكان والنقطة الحمراء شكلت لي مسار منحني النقطة الحمراء شكلت لي مسار منحني تفهمنا ولا ما تفهمناش فهمنا استاذ سهله 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 خلاص حنا دوكا واش لقينا النقطه الحمراء هذه شفناها لهن لقيت أعطتني مسار دائري والنقطه الحمراء هذه اللي هنا أعطتني مسار منحني هذه هي الفكره اللي حاب نوصلها لك نفس النقطه اللي هنا أعطتني مسار دائري واللي هنا أعطتني مسار منحني علاش لاني غيرت المرجع يتغير المسار بتغير المرجع سهله ماهله اذا غيرنا المرجع المسار هذاك نقدروا نشوفوه بعده اشياء مختلفه تقدر تشوفو دائري وانا نشوفو منحني كامل نشوفوه بطرق مختلفه فهمتني ولا ما فهمتنيش كي نقدروا نشوفوه بزوج عفايس مختلفين خاطر غيرنا المرجع هذه هي اللي نقولوا لها نسبيه المسارات هذه هي اللي نقولوا لها نسبيه المسارات متفاهمين ولا لا لا اوكي ما صح نتلاقاو في العنصر الجاي وين تبدل الحاله يزيد فيها شويه ديتاي ما بغيتش تصعب الحاله وانما راح يولي شويه ديتاي هذا ما كان دوك ندربك عليها مليح ونعطيك قواعد كيما العاده حاجه جامي تلقى حاجه هكا مبهمه ولا صعيبه راح نفهمك في كل حاجه واذا كان عندك سؤال زايد ولا عفسه حرت فيها ولا تخلطت بين حاجه وحاجه بعث لي في الواتساب قول لي بين هذه وهذه زيد شرحها مليح ولا زيد دير فيديو ووضح هذا نوضح لك ماشي مشكل اوكي يا جماعه متفاهمين ما تفاهمين تبعوا معايا الفيديو الجاي راه مهم جدا جدا صح تبعوا معايا مليح لهنا نحتاج تركيزكم الكامل التركيز تاعك كامل ولا التركيز تاعك كامل حطوه معايا في الفيديو هذا راح نديرو انواع الحركه باش ما تبدأش تخلط بيناتهم تبعني مليح حركة جسم احنا في البداية في الفيديوهات السابقة درنا حركة نقطة مادية يعني نقطة نبقى نتبعها نربط بيناتهم او مسار مستقيم نوع الحركة مستقيمة هيا آه تبع معايا مليح هذيك نتبع نقطة واحدة يعني من جسم ولا من اي حاجة راح نتبع نقطة واحدة السلوك نتاعها بعد نربط بيناتهم يعني المواضع اللي تسلكهم هذيك النقطة بمرور زمن. نربطهم يخرج لي نوع المسار إذا كان المسار كما هنا مستقيم نقوله حركة مستقيمة إذا مسار دائري نقوله حركة دائرية إذا مسار منحني نقوله حركة منحانية راكم معايا ولا لا لا أوكي تفاهمنا إفعاصي هذا هذا شفناهم في الفيديوهات السابقة كنتبع نقطة مادية ركز معايا مليح نقطة برك تتبع المسار تاعها أما الحالة الثانية الحالة الدوزية كي تجيب جسم معين وتتبعنا نقاط في هذاك الجسم مثلا نفرضه مثلا هذا درناه عليها هذاك هذا المؤشر الاخضر نجيبه مثلا كالعادة <applause> كالعادة ها واش راح ندير راح نتبع ثلاث نقاط نتبع نقطة في راسه نقطة في يده ونقطة في رجله هذا الشخص هذا راح نتبع منه ثلاث نقاط حركة نقاط من جسم يعني هذا عبارة على جسم واش راح ندير انايا راح نتبع نقاط منو نقاط منو راح نتبعهم نقاط من جسم ركز معايا وحط راسك معايا مليح نقاط من جسم نقاط هذو من الجسم راح نتبعوهم حنايا مثلا السيد هذا الشخص هذا كي يجي مثلا هنا واش راح يصرى تبع معايا مليح النقطه تاع راسه هاي بقات تاع رجلو هذا الموضع الثاني الموضع الاول الموضع الثاني راح نربط بين النقاط نربط بين النقاط ونربط بين النقاط هكا وذا واش راح نديرو في العنصر هذا راح نخيرو مجموعة تاع نقاط من جسم ما ماشي نقطة وحدة مجموعة من النقاط نربط بيناتهم ونشوفو واش خرج لنا هكا تشوف في الحركة حركة دورانية حركة دائرية وانسحابية دائرية دو كامل درت هادو كامل نشرحهم في فيديو وحدهم هادو لازم لي طر... لازم تركز معايا ودرتهم شرحتهم لك بواحد الطريقه سهله جدا محال تلقاها في اليوتيوب ولا في اي بلاصه حوست مليح وشفت مليح اسكو شرحوهم بيان ولا لا لا لقيتهم ما شرحوهمش مليح للاسف لقيت باللي صح يديروا الحركه الدائريه والدورانيه ولا الدوره الانسحابيه دائريه مع الدوره المهم ما يشرحوهمش في ثلاثه وهما بعد يعني التلاميذ ما يتخلطوا لهم كيما لهم في ثلاثه مع بعضهم على بال راح تتخلط لكم وتبقى مبهمه ما راح تفهموها هي راهي سهله ما الفيديو الجاي ان شاء الله نشرحوها دوكا تبعوا معايا مليح نشرح لك هادو الزوج حركه انسحابيه منحنيه ومستقيمه ونقول لك علاه كتبت لك هادو هنا بما انه راح نشرحهم في الفيديو الجاي علاه كتبتهم هنا كتبتهم هنا باش تحفظ هادو, هادو 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 يجيو هادو يجيو هذا يجيو في الفروض يسقسيك تاع املاء الفراغات ولا في صحيح وخطا يهدر لك بهذا الجمل الثلاث هذه الجمل المهمين تحفظهم هيا دوك نفهمك فيهم تبع معايا مليح باش من بعد انت تجاوب نقولوا عندنا حركه انسحابيه منحنية واش معناتها حركة انسحابية منحنية معناتها هذا الشخص هذا نعاود من نعاود عذرا نعاود من جديد نعاود من جديد عندي مثلا شخص جا لهنا اوبس آه. عندي الشخص هذا جا لهنا ومن بعد جا لهنا ومن بعد جا لهنا انا نتبعو في الشخص هذا كيف راهو يمشي اوكي صح واش راح ندير عندي النقطه هذه ونقطه في يده ونقطه في رجله نقطه في راسه في يده في رجله في راسه في يده في رجله في راسه في يده في رجله, في في يده في رجله. نفس النقاط الثلاثه راني نتبع فيهم في هذا الجسم صح الجسم هذا عباره على انسان يقدر يكون كره يقدر يكون سياره يقدر يكون وشي يحب يقدر يكون واش يحب اول خطوة واش قال الاستاذ وصل بين النقاط ها النقطة الاولى اللي في الراس نوصل بيناتهم النقطة هذه اللي هنا نوصل بيناتهم تعيديه النقطة تعي رجلو نوصل بيناتهم ماشي بروبلام وش خرج لي تبع معايا حركة انسحابيه منحنيه مسارات نقاط الجسم منحنيه ومتماثله المسار الاول منحني المسار الثاني منحني مسار ثالث منحني لو كان نطابقهم على بعضهم نلقاهم يتطابقوا يعني نحط نحط المسار الاول هذا المسار الاول هذا نجيبه له والمسار هذا اللي في الوسط الاخضر هذا كان نحطه فوقه تلقاه يتطابق والمسار الثالث هذا لو كان نزيد نحطه حتى فوقهم حتى هو راح يتطابق المسارات متطابقه مسارات نقاط الجسم منحنية ومتماثلة متطابقة ولا متماثلة أنا بغيت نقول لك عفصة حفظها مليح حفظها هذه تحفظها أي حركة انسحابية منحنية دائرية مستقيمة ديما دير في راسك بلي المسارات نقاط الجسم مش بيهم متماثلة الباقي كامل غير متماثلة يعني هنا كتب لي متماثلة مسارات نقاطه متماثل مسارات تاع النقاط نتاعو يعني تقدر تطابقهم حنا واش راح نديرو نعاود نفهمك باش تفهمني واش راني اي جسم راح نديرو من نوع عدة نقاط النقاط هذيك في النهاية راح ترسم لي مسارات المسارات هذيك وكتاش نقولو بلي راهم متماثلين يعني متطابقين غير في الحركات الانسحابية نقولو بلي راهي متماثلة الحركات الاخرى واش عندي الحركات الاخرى ما تدخش بزاف عندي دورانية ودائرية هادو في زوج غير متماثل راني يعني كاتبهم غير متماثلة، غير متماثلة، أما المسارات تحفظهم لهنا إنسحابية دائرية، المسار راح يكون دائري، إنسحابية منحنية، المسار راح يكون منحني، إنسحابية مستقيمة، المسار راح يكون مستقيم، صح ولا لا؟, لا. والحركة الدائرية المسار تاعها كيفاش يكون؟ دائري، حركة دورانية كيفاش يكون المسار تاعها؟ حتى هي دائري. هيا هذوني مانيش باغي نتعمق فيهم انا نعطيك غير في الامور السطحيه اللي تقدر تحفظهم دركا من بعد راح نفهمك فيهم واش هما وتولي لك لعبه تولي لعبه ممتعه بزاف تولي لعبه ممتعه بزاف هيا دركا واش حفظتك انا في الحركه الانسحابيه ديما ديما المسار تاع النقاط متماثل يعني يعني النقطه الاولى والثانيه والثالثه المسارات تاعهم في ثلاثه واش يكونوا المسارات تاعهم في ثلاثه متطابقين نقول احنا متماثلين سي بون متفاهمين متفاهمين انا دوكا مذهبية، في الفيديو الجاي ان شاء الله نتعلموا الحركه الدورانيه والدائريه والانسحابيه الدائريه في فيديو واحد انا واثق باللي حوستي جوجل في الانترنت كامل ما لقيت حتى واحد شرحهم في ثلاثه مانيش عارف اسكو في القسم شرحوها هلكم مليح وشرحوهم في ثلاثه باش تفرقوا بيناتهم في ثلاثه ولا ما مش... ولا ما مش الله اعلم صح معليش انت فهمتم ما فهمتمش الفيديو جاي ان شاء الله راح تفهمه مركز معايا مليح اوكي اوكي ما هاي نتلاقاو في الفيديو القادم <applause> ان شاء الله صح في هذا الفيديو هذا هو اهم فيديو نديروا الفرق بين بين شكون الحركه الدائريه والانسحابيه الدائريه والدورانيه في ثلاثه موالفين نتوما كي تحوسوا يخرج لكم الفرق بين الحركه الدائريه والدورانيه ما يكفيش. لازم تزيد تعرف الفرق بين الانسحابيه الدائريه لازم تعرفهم في ثلاثه صح انا راح نعطيك ريفيرونس ديما ترجع ليه في راسك باذن الله اي سؤال وراح نطبقه في الفروض مور الفيديو هذا نبداو نحلو تمارين تاع فروض ونشوفو مع بعضنا كيفاش الطريقة هذه تصلح مع اي تمرين راح تجيبها صحيحة انا نأكدلك ونبصملك سحب شرط تبع معايا مليح تبع نبدأ ببساطة وش عندنا عند المخطط هذا لازم تحفظه أول حاجة الحركة دورانية تدور حول نفسها فقط يعني أي جسم في الدنيا هذه يدور حول نفسه حركة دورانية كما القرعة هذه اللي راهي على نفسها ماشي شرط المركز الدوران يكون في المركز لا لا قدر يكون في جزء منها يكون داخل الجسم مركز الدوران يكون داخل الجسم يعني قادر الدور له زعما هذه هي القرعة هذه هي القرعة وهي الدور على روحها آه. ها هاي الدور القرعة المركز تاع القرعة هو راسها البوشون من من تتغلق صح ولا لا نعطيك مثال احسن وافضل شوف انا واش قلت لك المركز تدور حول نفسها قادر في المركز قادر له مثلا مقبض الباب مقبض الباب وش هو نوع الحركة دورانية مثلا عقارب الساعة وش هو نوع الحركة دورانية لأنه راي الدور والمركز تاع الدوران هذا هو في داخل الجسم ماهوش خارج الجسم ماهوش بعيد عليها مثلا نفرضوا عقارب الساعة هذو هما أها هذا هما عقارب الساعة هاي عندي ساعة المركز تاع الدوران جاي داخل الجسم ها مثلا هذا هو الرقاص هذاك اللي يدور صح المركز اللي نختاروه هو اللي يعني جزء منه كي يكون جزء منه داخل الجسم نقولوا حركة دورانية فهمنا ولا لا لا يعني اي جسم في الدنيا هذه يدور حول نفسه حول نقطة كيما أنت مثلا الدور على روحك تبقى واقف الدور دور 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 كي الزربوط ولا مثلا تحط يدك مثلا كاينة قصبة ولا بوطو تحط يدك اللي هنا تحط يدك اللي هنا اهي وانت راك اللي وتبدا تتعنقش وتدور عليه فهمتني ولا لا هذه دورانيه المركز تاع الدوران جاي هنا في يدك المهم مركز دوران او جزء منك ماهوش بعيد عليك ماهوش اللين وانت له اللي لو كان جا المركز اللهن وانت تدور على هذا المركز حكاية تتبدل ولي فيلم اخر هيا ركز معايا مليحة انا تفاهمنا العفسة الاولى العفسة الاولى الحركة الدورانية هي جسم يدور حول نفسه كان محور مركز الدوران راهو جزء من هذاك الجسم قادر يكون في الوسط تاعو ولا يكون في الطرف تاعو المهم جزء من هذاك الجسم تفاهمنا عليها ولا لا اوكي تفاهمنا العنصر الثاني اللي هو حركة انسحابية دائرية هذه انت تقرا لي هذه الجملة وتخير لي يا هذه يا هذه دبر راسك قبل ما نشرح انت يا اللي ديرها آه يخدم. ها يخدم اقرا انا مفاصي وانت تخدم ها اقرا أنا مفاصي أنا كملت صح قال لك الحركة الانسحابية الدائرية لا تدور حول نفسها يعني في كل المواضع تكون مطابقة لنفسها يعني انت كي تكون اللهن نقولو انت راك اللهن ونقولو انت راك اللهن ونقولو انت راك اللهن وهذا المركز انت اسكو راك مطابق لهذا ولا لا نفسه راسك هو الفوق ورجليك لتحت راسك الفوق ورجليك لتحت راسك الفوق ورجليك لتحت راسك الفوق ورجليك لتحت بقيت انت هو انت نفس الصوره نتاعك وهي وش بيها الدور حول هذا النقطة زيد تدور حول مركز آخر يعني خارج جسمك المركز هذا خارج جسمك بعيد عليك خارج عليك تا ونترك الدور عليه وبقيت انت هو انت راسك بقى الفوق ورجليك هو لتحت آه كيما مثلا هنا وهنا كيف كيف انت هو انت يعني وش صرا لا تدور حول نفسها انت ماكش الدور على نفسك انت راك مطابق لروحك في جميع المواضع انت لا تدور حول نفسك فهمت الفكره ولا لا كيما القرعه هذيك شوف القرعه هذه يعني جبتها له اي نفسها ما بدلتهاش نفسها نفس القرعه ما دورتهاش على روحها يعني القرعه وهي هنا هي نفسها وهي هنا لو كان نهز القرعه هذه ونطابقها مع القراري يطابقوا ما قلبتهمش القرعه ما دورتهاش على روحها بقات هي نفسها نفسها شوف القرعه في كل المواضع راهي واقفه في كل المواضع راهي واقفة هذه نقولوا لها انسحابية دائرية ديرها في راسك مليح ديرها في راسك مليح الحركة الدورانية عندها خاصية وحدة الحركة الانسحابية الدائرية حتى هي عندها خاصية وحدة تدور حول مركز آخر بالصح لا تدور حول نفسها فهمت معيش تدور على نفسها هي تبقى مطابقه لروحها في كل الحالات هذه انسحابيه دورانيه دوك نجربوها هذا دو تفهمي تقولي صح استاذ عندك الحق اهي زيد الحركه الدائريه فيها الخصائص كامل تدور حول نفسها وفي نفس الوقت تدور حول مركز اخر تدور حول نفسها وتدور حول مركز مركز اخر هذه نقول لها حركه وشي دائريه كيما القرعه هذه القرعه هذه راهي تدور حول نفسها ها تبع مثلا القرعه هذه كانت واقفه له لو كان نجي لهنا تقلبت ولا لا صح استاذ ولا غير تقلبت وراسها من تحت هاي تقلبت ولا هنا كانت نورمال معناتها القرعه هذه راهي دير في عذرا معناتها القرعه هذه راهي دير في زوج حركات الدورة على نفسها يعني القرعه هذه راهي تدور حول نفسها كما راك تشوف او يتبدل الموضع تاعها وفي نفس الوقت تدور حول هذا المركز فيها زوج عفايس هذه هي الحركه الدائريه اللي حوست في جوجل لقيتهم خلطوها لكم ما لقيت حتى واحد دارها بطريقه باينه انا اجتهدت ودرتها لكم طريقه باينه اذا ما فهمتوش نزيد نجتهد ونزيد نسهلها عليكم اكثر واكثر ما كان حتى مشكل اوكي تفاهمنا تفاهمنا دوكا باش نشوف انت فهمتني ولا ما فهمتنيش نعاود نلخصلك لك باش ندير لك دوكا راح ندير امثله ونشوفك قلنا حركه دورانيه اي حاجه تدور حول نفسها المركز هذاك ينتمي لهذاك الجسم قادر يكون في الوسط قادر يكون في الطرف قادر يكون في الطرف يعني القرعه هذه تبدا تدورها منا والمركز اللي هنا في راسها كيما مثلا مقبض الباب مقبض الباب او يدور ومركز دوران او فيه هذا هو مقبض الباب او المركز اولا ولا عقارب الساعه المركز تاع الدوران تحمل فيهم باب تدور حول نفسها المهم الحركة الانسحابية الدائرية هو أن الجسم يبقى هو هو يعني أنت تبقى هو هو مطابق لنفسك في كل الحالات مطابق لنفسك في كل الحالات ما تتبدلش كي شغل ايماجيني قرعه راهي معمره بالماء القرعه هذه يا جماعه راهي معمره بالماء وانت تدورها على هذا المركز اسكو تقلبها ولا كنت تقلبها تسيح كيما في الحاله هذه قلبناها يعني لما كل راح يسيح لا لا حنا في الحركه الانسحابيه الدائريه ما تقلبهاش باش الماء ما يسيحش ما كانش بوشون اللي. اوكي صح ولا لا لا كتلاحظ في القرعه بقات حكمه نفس البوزيسيون ما قلبناهاش يعني القرعه مهيش تدور حول نفسها راهي هي نفسها ونحركوها بشكل دائري على هذا المركز اما الحركه الدائريه تبع معايا مليح الحركه الدائريه وش بيها الحركه الدائريه فيها الخصائص كامل القرعه ندورها حول نفسها ونزيد ندورها حول المركز كما راك تشوف اللي هنا لو كان جات القرعه فيها سائل كي نوصل لهنا السائل هذاك راح يسيح علاش لانه القرعه رانا ندورو فيها على نفسها نعطيك دوكا امثله باش نشوف كيف فهمت ولا ما فهمتش مثلا المثال هذا يا خمم لي في المثال هذا واعطيني الاجابه خمم لي في المثال هذا واعطيني الاجابه السياره هذه راهي تدور السياره هذه راهي تدور السياره هذه كيما مثلا كي توصل لهنا الراس نتاعها هذا يولي من صح ولا لا نقول مثلا هذا واحد الواحد يولي هنا وهذا اثنين اثنين يولي هنا لو كان طابق هذه مع هذه ما يتطابقوش السياره راهي تدور حتى على نفسها ما لا واش نقولوا هذه الحركه واش بها حركه دائريه هذه الحركه دائريه لانه المركز اللي يدور عليه راهو بعيد عليها ما ينتميش ليها يعني ما يش دورانيه قلنا ما قدرناش نطابقو بين هنا وهنا لانه راهي الدور يتبدل تبدل المواضع نتاعها راهي الدور ماهيش كيما هنا هي هنا نفسها لازم لازم باش تقول عليها انسحابيه دائريه لازم السياره هذه لو كان نعاود نرسمها في في البلاصه هذه كيفاش راح ترسمها لازم تعاود ترسمها نفسها لازم تعاود ترسمها نفسها وبصادها في الجهه هذه مفهمتني ولا لا زعما نقولوا السياره هذه هي انت انت راك داير هيك داير البوزيسيون هذه لازم كي نعاود نرسمك لا نرسمك بنفس الوضعيه انت هو هنا لو كان نهزك ونحطك لهنا هنا هو انت فهمتني ولا لا لا اوكي فهمتني صح نروح نشوف ترى المثال الثاني المثال الثاني ايوا آه تبع معايا مليح المثال الثاني المثال هذا راح يقولوا له مثال هذا مشهور بزاف وراح يجيك في الفرض انا متاكد واش يقولوا يقولوا هذه واش يقولوا لها يقولوا لها العربه هذا هذه هذ هذ اللي لهنا يقولوا لها عربه العجله هذه العجلة الكبيرة الحركة نتاعها دورانية راه يدور على المركز هذا العجلة هذه الكبيرة العجلة هذه الكبيرة تدور حول المركز نقول الحركة تاعها دورانية هي تدور حول نفسها والعجلة هذه الكبيرة راهي هازة راهي حاملة واحد العربة راك تشوف العربة هذه هذه العربة نشوفوا الحركة نتاعها الحركة نتاعها باينة بلي راهي تدور راهي على هذا المركز اوكي راهي الدور الحاجه الثانيه شوف لي تراه العربه نتاعنا تبدل الشكل تاعها ولا ما تبدلش اسكو دارت على نفسها ولا ما دارتش شوف مليح هاي العربه هذه اللي هي نفسها هذه لله صح ولا لا يعني لم تدور حول نفسها نورمالمون كي تدور حول نفسها أه العباد يوليو يدوروا يعني هذه تولي هكا الفوق ولا ريسان العباد يوليو هنا يا اخي فهمت الفكره ولا لا يعني العرب هذه لا تدور حول نفسها من العرب العربه هذه تدور حول نفسها ولا لا ما الدور هاي بقات نفسها 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 نفسها, نفسها. مع هذه حركه انسحابيه دائريه لا تدور حول نفسها تدور حول مركز اخر متفاهمين ولا لا لا هي درا فهمتها ولا مازال ما اذا مازال ما نزيد نعطيك مثال اخر نزيد نعطيك مثال اخر خلاص راح تفهم سي بون تفهمنا سي بون تفهمنا نديرو مثال اخر كيما تحب كي ما يحب خاطرك نشوفو طرح عقارب الساعه هيا دوك نتايا دير بوز فهمتني دير بوز وتبدا تشوف لي عقارب الساعه هذو واش هي الدوران نتاعهم واش هي الحركه نتاعهم صح راني نستناك لهنا نبدا نخمم ونطبق القواعد لأنني كتبهم. اللي راني كاتبهم لهنا ماشي في باطل هذو باش تجيب بهم الحل صح هيا بدا شوف عقارب الساعه ها مثلا العقرب هذا راه يدور والمركز هذا اللي يدور عليه هو هذا ها ويبدا يدور المركز هذا ينتمي للعقرب ولا لا لا هي أستاذة وينتمي للعقرب يعني العقرب هذا ويدور حول مركز ينتمي اليه ينتمي اليه يعني حركه دورانيه فهمتني ولا لا لا حركة دورانية ديرها في راسك مليح ماشي لازم حركة دورانية تدور حول نفسها معناتها المركز يكون في المنتصف لا لا يقدر يكون في الطرف كيما هنا في القرى يقدر يكون في راسها يقدر يكون في الوسط يقدر يكون هنا كيما تحب عقارب الساعة المركز زوجي اللي لهنا وهذا هو العقرب وهو يدور يدور حول هذا المركز اللي جاي لهنا في الطرف مقبض الباب ثاني كيف كيف نفس الشيء المركز اللي يدور عليه راه ينتمي الى مقبض الباب معناتها يعني نقولوا دورانيه صح تفهمنا نزيدو نديرو مثال هذا قال لك الكره الارضيه حول محورها اين الكره الارضيه تدور حول المحور اي تدور هذا هو المحور في الوسط وهي تدور حوله صح ولا لا محور وينتمي ليها باينه عليها نقولوا عليها دورانيه صح يا جماعه فهمنا ولا ما فهمنا يبان لي سهله الثلاثه اي حركه في الدنيا هذه تبدا تشوف تدور حول نفسها اوكي تدور حول المركز واحد اخر بعيد عليها اوكي حركه دائريه حركه انسحابيه دائريه معناتها تدور حول مركز خارجي فقط يعني مركز بعيد عليها فقط كما هذه لا تدور حول نفسها ها آه. هي 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 لي تبقى هي هي واش نقولوا لها انسحابيه دائريه تبقى نفسها اذا إيه فهي انسحابيه دائريه لا تدور حول نفسها ولكن تدور حول مركز اخر على بالي تحوسوا في كل بلاصه ما راح تلقاو الشرح كيما هكا اني اجتهدت بزاف باش لقيت الفكره هذه باش توصلكم ومحال تغلطوا في اي اختبار مهما كان محال تغلطوا اوكي جماعه تفهمنا دوك نحلوا بزاف نماذج مع بعضنا والى اللقاء صح السرعة درس السرعة سهل بزاف في زوج مفاهيم ولا ثلاثة تحفظوهم تدربوا عليهم وخلاص توليو كامل نعاودو نشوفوهم في التمارين نفس المفاهيم تتكرر تبعوا معايا برك وركزوا اول حاجة راح نفهمو وش معنتها السرعة يعني راح نفهمو مع بعضنا وش هو مفهوم السرعة اول حاجة التعريف هذا السرعة هي مقدار فيزيائي مقدار فيزيائي نبي نميز به حالة حركة جسم مقارنة مع جسم آخر في مرجع معين رح نعطيكم مثال على الهضرة هذه باش نفهموها مثلا عندي النقطة A وعندي النقطة B وكينا ناية نقولوا مثلا انتيا رانا اللي هنا هذا هو خط الانطلاق نشوف شكون كل يوصل الخط الوصول اللي هو بي شكون اللي يوصل لهنا الاول شو معناتها يوصل الاول معناتها راح يوصل قبل الاخر يعني دوك احنا راح ندرسوا حركه جسم او مقارنته مع حركه جسم اخر هذا الجسم وهذا الجسم الاخر بالنسبه لمرجع معين مثلا وليكن الطريق احنا غير مطالبين باش نحددوا المرجع اوكي راح نقارنو غير بين جسمين ومن بعد خلاص راح نوليو نحكيو غير على جسم واحد باش نحسبو السرعه تاعو دوكاني حاب نفهمك وش معناتها السرعه وش معناتها السرعه معناتها انا وانتيا راح ننطلقو في نفس الوقت وش كل يوصل للبي هو الاول معناتها راح يقطع هذا المسافه في اسرع وقت ممكن معناتها شكون اللي يقطع هذا المسافه كامل في اسرع وقت ولا في اقصر مده ممكنه يعني راح نعتمدو ولا راح بعين الاعتبار عامل الوقت راكم شايفين شويه ولا لا لا كاين زوج عفايس كاين الوقت والمسافه اللي يقطع هذه المسافه في اقصر وقت ممكن هذا واش نقولوا عليه نقولوا عليه اسرع من الاخر فهمتوا دوكا واش معناتها السرعه ولا لا لا السرعه تتعلق بالمسافة وتتعلق بالوقت وكتاش نقدر نقول بلي أنا سريع عليك ولا أنت أسرع مني إذا حفظت درس في أقصر وقت ممكن معناتها قطعت مسافة في أقصر وقت ممكن لحقت للنهاية في أقصر وقت ممكن مع أنا سريع عليك صح إحنا هذا الهضره كامل هذا مجرد تعريف حنا باش نفهموا السرعه حنا حابين نفهم السرعه قلنا بلي تتعلق بزوج مفاهيم المسافه والزمن عندك مسافه وعندك زمن حنا دوكا باش مع بعضنا ماشي في كل مره نقارن زوج عفايس يعني نقارن الوقت ونزيد نقارن المسافه ونشوف اقصر وقت ونشوف المسافه ما نقض... ماش راح نديرو هكذا ما راح عندنا علاقه نحفظوها راح تخرج لي العلاقه بين المسافه والوقت راح نخرجوا علاقه سموها السرعه نولي ما راسي بزاف نولي نحسب السرعه بلا ما نشوف الوقت والمسافه لشخصين مثلا ولا جسمين راح نطول نبقى نقارن في المسافه بعد نبقى نقارن في الوقت ندير الطريقه ثلاثية باش نرجع المسافه كيف كيف ومن بعد خلاص نشوف الزمن هذه طريقه معقده مالوش قال لك قال لك نحسبوا السرعه ديريكت السرعه واش هي لها هي لا فيتاس. اللي هي لافيتاس هاد لا واش تساوي تساوي المسافه على الزمن المسافه اللي نرمز لها دي لا على الزمن اللي هو لو طون تي يعني هكا راح نحسبو السرعه يعني هذا اللي هو انا نحسب السرعه نتاعي واش تساوي دي سور تي. مسافه على الزمن يعني المسافه هذه اللي راح نقطعها نقسمها على الزمن اللي قطعته فيه اللي قطعتها فيه ونفس الشيء بالنسبة لزميلتكم حتى هي راح نديرو في تساوي دي على تي نفرضو مثلا زميلتكم ربحتني في السباق وش راح نحسب المسافة نتاعها راح تكون نفس المسافة اللي راح نقطعها صح ولا لا لا نفس المسافة هذه نفسها المسافة المقطوعة هي نفسها لكن الزمن يختلف الزمن نتاعها راح يكون صغير معناتها السرعة نتاعها راح تكون كبيره عكسي انا لزمن الزمن تاعي راح يكون كبير السرعه تاعي راح تكون صغيره يعني السرعه والزمن عندهم تناسب عكسي عندهم تناسب عكسي اذا 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 الزمن المستغرق المستغرق تاعك صغير السرعه تاعك راح تكون كبيره معناتها راح تروح للمدرسه في عشر ثواني معناتها راح تروح بسرعه كبيره جدا بصح اذا رحت للمدرسه في عشر دقائق ولا في نص ساعه مع انت راك طولت مع السرعه تاعك صغيره نعطيكم مثال اخر مثلا انت حاب تروح لولايه اخرى مثلا في الصيف راح تروحوا مثلا ولايه وهران ولا ولايه عنابه مثلا اذا راح توصلوا في وقت قصير جدا في مده صغيره معناتها السرعه تاعكم هي كبيره واذا راح توصلوا في واذا راح تروحوا لها في وقت طويل معناتها السرعه تاعكم راهي صغيره رحتوا في عقلكم حبه حبه فهمتوا الفكره ولا ما فهمتوش هذه لازم تفهموها مليح على بالي ماكمش راح تحتاجوها في ال... في التمارين من بعد التمارين راح يكون غير تطبيق مباشر ما فيش تفكير بزاف هذه 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 وتجاوب بصح هذا الفهم لازم يكون في راسك انت لازم تفهم مليح واش هي السرعه السرعه هي علاقه بين المسافه المقطوعه والزمن الزمن الذي قطعت فيه تلك المسافه هذه لازم ديرها في راسك مليح معنتها انا وانت نقطعوا نفس المسافه اللي في زمن صغير معناتها راهو سريع بزاف اللي في زمن اطول معناتها راهو بطيء ماهوش سريع هذا هو مفهوم السرعه السرعه هي المسافه على الزمن دوكا كي نقول لك انايا في توجور في راسك في الوحده تاع السرعه هي متر على الثانيه المتر هذا هو لا ديستونس متر والثانيه هذه هي لو يعني دي على تي هنا خرجنا في هو دي على تي صح دوك احنا باش ننتقلوا للعنصر الثاني كيفاش راح نحسبوا هذا السرعة لازم نحسبوا لازم نحفظوا العلاقة وش هي العلاقة جماعة تبعوني مليح في ديما توجور قال الأستاذ V الوحدة تاعها متر على الثانية متر على الثانية خي قلت لكم هذه عبارة على خط تاع كسر عبارة على خط نتاع كسر كانت كيما هكا متر على الثانيه صح وشي هو الوحدات حنا ما حابين نكتبوهم كيما هكا نكتبوهم في سطر واحد ان لاين نكتبوهم في السطر مالا متر هذا خط الكسر هذا يولي سلاش اس معناتها كي تلقى ام سلاش اس هذا يقولوا له سلاش اوكي الخط هذا يقولوا له سلاش معتها متر على الثانية هذا هو عبارة على كسر كان كيما هكا وكتبنا هذه ثانية لازم تعرفها دوك وتحفظها اوكي باش في المستقبل ان شاء الله ماكمش راح تعاودوا تقراو درس السرعة هذا العام الجاي ولا في الرابعة متوسط ولا في الليسي يدي بداو ديريكت على اساس قريتوه تعرفوه هذا مالا هذه المفاهيم الصغيرة راني يعني نمدلك فيها احفظها سي راسك اهي كنا هنايا معناتها انت في التمرين ذهبت لك القاعده كيفاش تحسب السرعه راح تلقى في التمرين بلا شك راح تلقى في التمرين يعطيك في المعطيات كش السرعة ولا الوحده تاع السرعه اللي هي متر على الثانيه تتقول له في تساوي متر على الثانيه المتر وش هو ولا ديستونس على الثانيه لا لا تي على الزمن اس سكوند هي الثانيه هذا هو الزمن ام هو المتر ولا ديستانس والمسافة يعني المسافة على الزمن السرعة هي المسافة على الزمن اوكي هذه اول لقطة, لقطة تخرجها ومن بعد خلاص حطهم في المثلث الغريب ولا العجيب سميه كيما تحب المثلث هذا كي تتلفلك منو تخرج كلش احفظ ديما دي هي الفوق دي مسافة أنا أصلا راح نشوفوا شكون يقطع المسافة في أقل وقت ممكن يعني دي دي مبدا حطها هي الاولى هنا نديرو تي وهنا نديرو في صح لو كان نقول لك مثلا خرج لي في خربشو كتب لي في يساوي واش بقى لي دي سور تي دي على تي دي على تي في يساوي دي على تي اوكي يا جماعه متفاهمين متفاهمين صح لو كان نطلب من عندك الزامن نعطيك السرعه ونعطيك المسافة هذو معطيات نعطيك هذه ونعطيك هذه ونقول لك استخرج لي أعطيني الزمن المستغرق يعني أنت في الحالة هذه تجي للمثلث هذا أنت وش راح تجبد تي دور لي على تي وخربش ها وش راح يبقى يبقى دي على في يبقى دي على في أجمع فهمنا ولا ما فهمناش أوكي فهمنا ها نخربش في ايه خربشتي لو كان يطلب لي المسافه دي يقولك اعطيني المسافه يعطيك الزمن ويعطيك يعطيك السرعه عادي واش راح دير تايا تشوف السرعه تاعك اذا كانت متر على الثانيه لازم الثامن الزمن الثاني يكون بالثواني لازم تحولو بالثواني باش تخدم بالعلاقه تاعنا اللي تحوس على دي يعني دي يساوي واش يساوي دي يساوي في فوا تي مقابلين بعضاهم ما كانش خط كسر ماهمش تحت بعضهم يعني هنا كان فوا كان ضرب في في تي دي تساوي في في تي اجمع فهمنا ولا ما فهمناش؟ اوكي فهمنا صح ممتاز دوك احنا عرفنا كيف نخرجو في كل مره كيسقسيني يقول يا سوا عطيني المسافه ولا عطيني السرعه ولا عطيني الزمن كل وحده نخرجوها من هذا المثلث يعني نطبقوا القاعده تاعنا ونحسبوا عادي صح يا جماعه فهمنا ولا لا لا هذا هما الحسابات ساهلين ما فيهم والو يبقى مشكل صغير اللي هو التحويلات هذا وين كنت نهضر على التحويلات قبل ما تبدا تحسب لازم يكون عندك توافق بين الوحدات زعما وانت تحسب ما ديرليش زعما في نفس العباره الحسابيه تاعك زمن يكون بالساعات والثواني لا لا لازم توحد الزمن الى نفس الوحده يا تحسب بالساعات يا تحسب بالثواني كما تحب ماشي مثلا السرعه راهي بالساعات متر على الساعه ولا كيلومتر على الساعه والزمن نتاعك انت راك بالثواني ما كانش هذه لازم الوحده تكون موحده صح؟ نعطيكم واحد اللقطة هكا سهلة خفيفة تحفظوها كيفاش تحولوا من الكيلومتر حنا واش عندنا عندنا الكيلومتر على الساعة وعندنا اللي هنا المتر على الثانية عندنا الكيلومتر على الساعة وعندنا المتر على الثانية باش ننتقلوا من كل وحدة إذا حب تطلع ولا حب تهبط كيلومتر على الساعة ولا تحسب متر على الثانية شو معناتها متر على الثانية؟ معناتها شحال من متر شحال من متر راح تقطعو في ثانية واحدة، وكان نقولك السرعة تاعك هي عشرين متر على الثانية، معناتها انت راح تقطع عشرين متر في ثانية واحدة، معنتها واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ساعة عشرة أحد عشر ثلاثة عشر عشرة خمسة عشر ستة عشرين متر هذو كامل اعتبرهم أمتار هذا كامل اعتبرهم أمتار صح ولا لا لا نتايا عشرين متر على الثانية معناتها نتا في ثانية وحدة أنا نقول واحد نتايا تنتقل من أ إلى ب راك قطعت عشرين متر هذا واش معناتها الوحدة تاع السرعة لو كان لك مثلا نقول لك مثلا آه مثلا اثنين كيلومتر في الساعة السرعة نتاعك مثلا وانت رحت للمدرسة اثنين كيلومتر في الساعة وش معنتها اثنين كيلو كيلومتر في الساعة معنتها انت تقطع زوج كيلومترات في ساعة واحدة انت راك تقطع زوج كيلومتر في ساعة واحدة يعني من الثمانية نتاع الصباح حتى للتسعة قداه مضى الوقت مضت ساعة واحدة هاي الاش هذا معناتها ساعة واحدة شحال قطعت انت زوج كيلومتر هذه هي السرعة معناتها واش هي المسافة اللي قطعتها في في ساعة واحدة ولا في ثانية واحدة هذه هي السرعة متر على الثانية مثلا 400 متر على الثانية معناتها نتايا راح تقطع 400 متر في ثانية واحدة من هنا نقدرون نفهمو سرعة الصوت سرعة الضوء سرعة الضوء تجيكم شوي صعيبة كبيرة بزاف ما نديرو غير سرعة الصوت سرعة الصوت هي 340 متر في الثانية 340 متر في الثانية كي لك ما هي سرعة الصوت تقولي أستاذ سرعة الصوت هي 340 متر في الثانية كيما دركا كاين طيارات كاين طائرات تقدر تمشي بسرعة الصوت شو تتمشي تمشي بسرعة الصوت إيماجيني معايا تقطع 340 متر في ثانية واحدة تقول واحد هي مشات 340 متر كي تخرج برا سي راه تقيس سي راه تقيس مثلا بين داركم بين داركم نتاع زوج خطوات هي واحد متر بين داركم والمدرسة شحال كاين من خطوة شحال كاين من خطوة قسمها على زوج تعرف قداه كان من متر تقريبا يعني إذا كان بينكم وبين المدرسة تاع داركم مثلا 340 متر ولا بين داركم والجامع 340 متر ايماجيني باللي كان طائرة تقطعها في ثانية واحدة تقول واحد انتقلت من المنزل إلى المدرسة راك تيماجيني معايا سرعة الصوت دوكا فهم شوية أبو بري سرعة هذه هي السرعة تقرا هذا الأول في ثانية وحدة سرعة الصوت سرعة الضوء سرعة هذاك الفهد إلى غير ذلك هكا باش تولي عندك يزيد الحس تاع الإدراك تاعك تولي كي تهدر مثلا نعطيك سرعة يزيد الإدراك تاعك تقدر تتخيلها أبو بري فهمتوني ولا لا لا صح دركا حنا راح نديرو عنصر جديد اللي هو راح نستنتجو راح نستنتجو السرعه من المسافه راح نستنتجو السرعه من المسافه نشوف ترى درنا التحويل ولا شتو كيفاه ما درت لكمش تحويل قلنا باش ننتقلوا من الكيلومتر في الساعه الى المتر في الثانيه معناتها واش راح ندير دركا راح نهبط تقسم على 3.6 إذا حبت تنتقل من المتر على الثانية للكيلومتر في الساعة تضرب في ثلاثة فاصل ستة راح نديرو مثال بسيط نديرو مثال بسيط نفاصي هذا ونديرو المثال التاني نفاصي هذا ونديرو المثال تاعنا البسيط تبعو معايا مليح وش راح ندير انايا قلت لكم عندي مثلا عشرين متر في الثانية كم تساوي مينا المتر هذا راح يرجع كيلومتر والثانية هذه راح ترجع ساعة يعني انا دوك 20 متر على الثانية هذه عبارة على السرعة في تساوي حاب نحولها للكيلومتر في الساعة واش قال لي الأستاذ باش تحول من المتر على الثانية باش تحول من المتر على الثانية للكيلومتر على الس... على الساعة تضرب في ثلاثة فاصل ستة يعني عشرين نضربها في ثلاثة فاصل ستة كم تساوي ها آه نديرها بالكالكولاتريس عشرين في ثلاثة فاصل ستة تساوي اثنين وسبعين كيلومتر على الساعة يعني ضربت معناتها هذه راح ترجع كيلومتر على الساعة فهمنا جماعة ولا ما فهمناش هذا هو التحويل هذا هو التحويل لو كان نعطيك اثنين وسبعين كيلومتر في الساعة نقول لك حولها لي إلى المتر على الثانية واش راح تدير نتايا تقولي أستاذ ثنين نقسمها على ثلاثة فاصل ستة راح تلقى عشرين متر على الثانية هاك حولت صحيح حفظت المخطط هذا ماذا بيا مليح هذا هو التحويلات تاع يقولك حول تجي هنا مباشرة ها مباشرة اوكي طبعاً مع بعض التحويلات السهلة كما مثلاً لو كنقول انايا يا حولي ساعة للثواني ولا حولي ساعة للدقائق واحد ساعة كم تساوي من الدقائق؟ واحد ساعة كم تساوي من الثواني؟ ولا مثلاً العكس نقول مثلاً ساعة فيها ستين دقيقة واش درت أنا هذه الساعة فيها ستين دقيقة ولو كان على الساعة كدا فيها من ثانية نعلم على الساعة فيها ستين دقيقة وكل دقيقة من هذه الستين فيها ستين ثانية يعني ستين هذه نضربها في ستين تعطيني ستة في ستة ستة وثلاثين وزوج صفار نكتبهم ثلاثة الاف لازم تكون حافظهم كيما اسمك التحويلات هذو هذو لازم تكون حافظهم كيما اسمك كي تهبط من الفوق للتحت كنا نضربوا ساعة واحد قدا فيها من دقيقة تضرب في ستين واحد ساعة قدا فيها من ثانية ضربنا في ستين وزدنا ضربنا في ستين ثلاثة آلاف وستمية بصح كي تعاود تطلع لازم تقسم مثلا نفرضو بلي عطيتك مية وعشرين ثانية قدا فيها من دقيقة واش راح تدير التعياد تقولي أستاذ مية وعشرين نقسمها على ستين هاطا راح نطلع من الثانية للدقائق اذا مازال عندكم خلل في التحويلات هذو تاع الزمن ندير لكم عليهم فيديو سبيسيال تحويلات هذو تاع الزمن على بالي نورمالمون الزمن هذا تقراوه العام اللي فات في اولى متوسط في ماده الرياضيات والعام اللي فات هذا الدرس محذوف راني يعني شافي بلي ما قريته خاطر كان محذوف كامل ما قريتوش هذا الدرس العام اللي فات وما قريتوش ثاني في السنه الخامسه في الفصل الاخير راني يعني بلي الدرس هذا ثاني ما قريته حذفوه لكم سمعني على بالي بلي عندكم نقص كبير جدا في الزامن في الزمن في الازمنه ولا في التحويلات تاع الزمن اوكي انا راح نوعدكم بفيديو مفصل على هذا الزمن صح خلاص لو كملنا التحويلات نروحوا اما الكيلومتر ولا يتحولوا للمتر ساهل هنا ترسموا الجدول تاع الوحدات عادي اوكي تفهمنا يا جماعه تفهمنا هاي ترى نشوفوا الفيديو اللي موراه العنوان اللي موراه العنوان اللي موراه هو استنتاج السرعة من المسافة يعني كيفاش تقدر تعرف سرعة جسم غير من المسافات المقطوعة نعطيك صور نعطيك المسافة وتتشوف وتستخرج وتستنتج تجبد لي شحال السرعة ما تفهمين جماعة ولا تجبد طبيعة السرعة راهي تزيد راهي تنقص راهي ثابتة الى غير ذلك هذا واش راح نشوفه مع بعضنا صح استنتاج السرعة من المسافة تبعوا معايا مليح كيفاش نقدروا نستنتجوا السرعة غير من المسافة الملاحظة اوكي احنا في زمن ثابت في واحد ثانية كما راكم هنا واحد ثانية عندي في واحد ثانية نشوف المسافة المقطوعة يعني راح نفيكسي الزمن كل ثانية نشوف المسافة المقطوعة اذا لقينا هذه المسافات ثابته ولا تتغير راح نشوفه مع بعضنا في المثال الاول هذا أه بون. قبل ما نبدا نهضر قبل ما نبدا نهضر على المثال ندير واحد اللقطه نهضروا على واحد اللقطه اللي هي المسافه حنا راح المسافه ومن المسافه هذه اللي نراقبوها نشوفوها في زمن ثابت نشوفوها راهي تزيد ولا راهي تنقص ولا رأي ثابته ماني يعني نحكي على المسافه مسافه للوحده تاعها هي المتر اوكي من المسافه هذه نقدر نستنتج حركه الجسم من المسافه نقدر نستنتج حركه الجسم وحركه الجسم نقدر نستنتج كي نعرف الحركه تاع الجسم نقدر نستنتج منها السرعه ايوه في زمن ثابت هذا كامل ديما راح نفيكسي الزمن يعني سواء المسافة ولا حركة الجسم ولا السرعة راح نفيكسي الزمن زعما كل ثانية نشوف المسافة المقطوعة ومن بعد من المسافة المقطوعة في هذا الزمن الثابت نشوف واش صرا للمسافة تغيرت ولا زادت في هذه الثانية الوحدة كل ثانية نشوف المسافة اوكي هيا تبعوا معايا باش نفهموا لهنا تبعوا معايا باش نفهموا لهنا هذه الحالة الأولى واش راح نشوف يا جماعة في الحالة الأولى عندي هذه السيارة راهي تمشي أنا كل ثانية ها ثانيه كل ثانيه نشوف المسافه المقطوعه راكم تشوفوا لهنا في الاسهم ها راكم تشوفوا لهنا هكذا في الاسهم يعني في كل ثانيه المسافه نتاعي بقات ثابته في كل ثانيه المسافه نتاعي واش بيها بقات ثابته يعني احنا واش نهضروا على المسافه نقولوا على المسافه تاعنا راهي ثابته منها راح نستنتج الحركه انتع الجسم معناتها انا ودوكا راح ندير نبدا نكتب اول حاجه ركزوا معايا مليح نكتب المسافه المقطوعه في زمن ثابت وش بيها نقولوا المسافه وش بيها اللي هنا في كل ثانيه وش بيها راي متساويه ولا المسافات متساويه المسافات المسافات عذرا نعاود نكتبها المسافات نكتبها باللون الأسود نكتبه أنا في الحالة الأولى يعني ثلاث حالات نكتبو المسافة للمسافات المقطوعة المقطوعة متساوية المسافه المقطوعه جماعه راهي متساويه 10 متر عشرة متر عشرة متر يعني المسافه المقطوعه في زمن ثابت في الوقت كل ثانيه نشوفو نلقى باللي السياره قطعت عشرة متر بعد ثانيه نزيد نشوف نلقى السياره مشات عشرة متر يعني المسافات المقطوعه متساويه ومنه واش قال لي الاستاذ قال لي من المسافه راح نستنتج حركه الجسم معناتها نقدر نقول حركه الجسم الحركة تاع السيارة راهي منتظمة ترك 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 كيما الساعة كل ثانية تمشي عشر, عشر مترات كل ثانية تمشي عشر مترات ما نقولو حركة الجسم منتظمة منتظمة يعني حكيت على المسافة حكيت على حركة الجسم وكان نحكي على سرعة الجسم ها آه. نديرو هكذا يعني احنا نحكي في الحالة الأولى ها ندير هكا سرعة الجسم وش بها سرعة الجسم يا جماعة نقولو على السرعة راهي ثابتة السرعة ثابتة السرعة تاعي راهي ثابتة اوكي ها متفاهمين ولا لا لا أيوة هذه الحالة الأولى المسافات المقطوعة متساوية حركة الجسم منتظمة تك 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 ومنه سرعة الجسم ثابتة السرعة راهي ثابتة السيارة تمشي بسرعة ثابتة فهمنا ولا لا هذه الحالة الأولى نروحوا نشوفوا مع بعضنا الحالة الثانية وين نبدا نحكي على المسافات المقطوعه يعني توجور لازم نشوف المسافه باش نقدر نعرف طبيعه حركه الجسم والسرعه هذا في ثلاثه مرتبطين بعضاهم اذا عطيتك وحده فيهم تقدر تعرف زوج الباقيين اوكي اذا قلت لك انا ج... اذا قلت انا باللي السرعه راهي ثابته راح تعرف باللي الحركه الجسم راهي منتظمه وتعرف باللي المسافات المقطوعه متساويه انطلاقا من السرعه يعني كي نعطيك وحده من هذه المعطيات تعرف الثالثه فهمنا ولا ما فهمناش هيا ترى روحوا الحاله الثالثه نشوفكم فهمتوا ولا ما فهمتوش قصدي الحاله الثانيه الحاله الثانيه مسافه المقطوعه ركزوا معايا مليح في كل ثانيه الوقت راه ديما فيكسي. كل ثانيه نشوف ترى او شحال المسافه المقطوعه 7 امتار بعد ثانيه المسافة المقطوعة عشر أمتار بعد ثانية المسافة المقطوعة ثلاثة عشر متر لاحظوا باللي المسافات تزيد المسافات المقطوعة وش بيها تتزايد المسافات المقطوعة راي تزيد راي تتزايد وحركة الجسم وش رايكم في الجسم الحركة تاعو حركة الجسم وش بيها حركة الجسم يا جماعة يعني الحركة تاع السيارة هذه كيفاش الحركة تاعها كيفاش هي دايرة راهي تتسارع راهي تتسارع الحركة متسارعة نقولو حركة الجسم متسارعة ولا حركة السيارة راهي متسارعة وسرعة السيارة واش نقولو عليها سرعة السيارة ولا سرعة الجسم نكملو كيما رانا سرعة الجسم واش به الجسم متزايدة السرعة متزايدة إذا كانت الحاجة اللي راح تعبر عليها عبارة على رقم تقدر تستخدم معها متزايدة ولا متناقصة متزايدة ولا متناقصة إذا الحاجة اللي راح تتعامل معها ما هيش رقم كما مثلا الحركة الحركة عبارة على وصف الحركة عبارة على وصف راح توصفني أنا كيفاش راني نتحرك أسكو راني نتسارع ولا نتباطأ فهمتوني ولا لا ولا راني نتحرك بشكل منتظم فهمتوا الفكره ولا لا لا كان حاجه سموها وصف للحركه وكان حاجه سموها رقم راح تحكي عليه راح تعبر على رقم كيما السرعه عندها رقم كيما مثلا المسافه عندها رقم 10 مترات 15 مترات 7 مترات كيما لهنا الرقم هذا 7 10 13 الرقم هذا ويزيد المسافه راهي تتزايد صح ولا لا بصح وصف طبيعه الحركه يعني الحركه تاع هذه السياره كيف تتحرك بشكل متسارع ولا بشكل متباطئ يا الفكره ولا ما فهمتوهاش يا جماعه انا على زوج عفايس مختلفين اوكي يعني دوك احنا سرعه الجسم نقولو عليها متزايده متزايده فهمنا ولا ما فهمناش نتمنى منكم تكونوا فهمتوها هذه اللقطه هذه يعني دوك نزيد نصغر باش نشوفوا الحالة الثالثة هكا مليحة يا دوك نغلقو هذا من هنا آه نجيبو شوية هنا اوكي باش نسميه ندير هذا واحد وهذا زوج ونرجعو للثالث الحالة الثالثة اللي هي هذه كالعادة فيكسينا الوقت ونشوفو المسافات التغير نتاعها كيفاش المسافه تزيد تتزايد ولا تتناقص في حالتنا هذه كان عندي 13 متر ومن بعد خلاص رجعت 10 متر ومن بعد 7 متر يعني المسافه بين السياره في في ثاني كل ثانيه نلتقط صوره نلقى باللي المسافه بين الموضع الاول والموضع الثاني تتناقص رجعت صغيره معناتها واش نقدر نقول على المسافات المسافات المقطوعة تتناقص كان 13 عشرة سبعة تتناقص إيه نزيد حركة الجسم حركة الجسم وصف لحركة الجسم حركة الجسم عبارة على وصف عبارة على تعبير ما نقدرش نقول ما نقدرش نقول كان الحركة تاع الجسم راهي تزيد لا لا كيفاش تزيد او يدور او يطلع أو ي... لا لا ما تقدرش توصفه عباره على وصف يعني كيما لهنا حركه الجسم نقدروا نقول عليها متباطئه متباطئه الحركة وياك يعني جاي ببطء نقول عليها متباطئه إيه سرعه الجسم سرعه الجسم يا جماعه واش عليها سرعة الجسم متناقصة السرعة عبارة على فالور عبارة على قيمة عبارة على رقم عبارة على عدد صح عبارة على عدد هذا العدد وش به راهو يتناقص انطلاقا من المعطيات اللي عندي صح نقولوا متناقصة كاين واحد الحالة الرابعة اللي ما داروهاش لهنا اللي الحالة الرابعة لم اللي ما داروهاش لهنا كي تكون حركة الجسم حركة الجسم وش بها حركة الجسم اهي الجسم هذا وش يكون يكون ساكن يعني حركة الجسم وش هي نقول عليه ساكن اوكي احنا لهنا كنا نهضروا حركة الجسم مرات متباطئة ممت... مرات مت... أه وين كنا حركة الجسم مرات منتظمة مرات متسارعة مرات متباطئة المرة هذه وين يكون الجسم ساكن وش نقدر نقوله على السرعة نتاعو سرعته نقول عليها معدومة هذه نلاحظوها تجي بزاف في التمارين وتحيروا فيها ما كانش في الدرس تحيروا فيها في التمارين حنا في الدرس اذا كانت ل... اذا كان الجسم ساكن السرعه راح تكون معدومه والمسافه الثانيه راح تكون معدومه مسافات الصفر حتى مسافه مقطوعه لان الجسم ساكن فهمنا جماعه ولا ما فهمناش هذا رانا نستنتجو السرعة كما قلت لكم حنا نستنتجو في هادو ثلاثة السرعة وحركة الجسم والمسافة ومن بعد راح نزيدو في المخططات راح نزيدو المجال الزمني المجال الزمني يعني في عشر ثواني حركة السيارة راح تكون وش بيها كما قلت لكم حركة حركة السيارة واش تكون متسارعة مع عندها السرعة تاعها تزيد متزايدة فهمنا الفكرة ولا ما فهمناش. اوكي هاي دوك نشوفوها في العنصر القادم في مخطط السرعة صح انجي لمخطط السرعة كما راكم تشوفو مخطط السرعة سهل بزاف تبعوني برك هذا ما كان شفتو كي نبقاو في الساعة ونديرو الكرونومتر هذاك اللي يبدا تاع الثواني اللي يبدا يدير واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية المهم هذاك الكرونومتر اللي يبدا يطلع درجة درجة واحد زوج تاعك تاع صح حنا هذاك الثواني اه تشوف ثانيه من بعد تروح تشوف ثانيه اللي موراها من بعد تروح تشوف ثالثه الثانيه الثانيه الثالثه من بعد تروح ويبقاو يروحو الثواني صادي بون قادر مثلا تلحق 30 ثانيه الثواني اللي فاتو كامل راحو صح ماشي راحوا فاتوا يعني حنا واش نديرو المخطط تاع السرعة هذا يسمح لنا باش نسجلو الثواني كامل من واحد لثلاثين ثانية ونسجلوا فيهم الحركة تاع الجسم تاعنا واش يصرى لها اطلع اهبط احبس زادت السرعة تاعو نقصت السرعة تاعو الحركة تاعو متباطئة متسارعة منتظمة الى غير ذلك ونسجلوها في مخطط حاجة ما تغيب لي فهذه ثانية عندي كلش بالتفصيل الحاجة اللي تسمح لي باش نقدر نتابع كل حاجه نتابع السرعه تاع الجسم تاعي ونتابع الزمن هي هذا المخطط اوكي اللي هو المعلم هذا عباره على معلم هذا عباره على معلم اللي انا نقراو فيه دركا حنا راح غير الربع الاول هذا هو الربع الاول هذا هو الزيرو نبدا من النقطه هذه هذو منا هذو راح ما نحتاجوهمش. نحتاجو غير الربع هذا الاول هذا نقول له محور الفواصل وهذا محور التراتيب وش راح في كل محور نحطو حاجة باش نتابعوها مثلا انت تشوف وش راح تتابع راح السرعة والزامن راح السرعة والزامن مالا الزامن وين نديروه نديروه اللي هنا في محور الفواصل راح ندير الزامن في محور الفواصل اها من صفر خمسين مية كل درجة ندير لها عدد معين ولا قيمة معينة من الزمن نحب انا نتابع كل عشر ثواني تشك ندير تصويرة بار اكزومبل مثال فهمتوني ولا لا حنا كل عشر ثواني نشوف السرعة اها واش راح نديرو راح نديرو كيما لهنا هذيك كي يقولوا لها السلم السلم هو في الدرجه الوحده هو في الدرجه الوحده شحال تدي الزمن راح نديو خمسين ثانية في كل درجة يعني في الدرجة هذه خمسين في الدرجة هذه خمسين في الدرجة هذه خمسين في الدرجة هذه خمسين كل درجة فيها خمسين تبغي تتأكد أبدا من صفر لخمسين زيد لا خمسين تولي مية زيد لها خمسين مية وخمسين زيد لا خمسين تولي ميتين يعني حنا رانا نانكريمونتيو رانا نطلعو بالخمسين صفر خمسين مية مية وخمسين ميتين إلى غير ذلك يعني درنا الزمن بالثواني درناه في هذا المحور ودرناه بهذا السلم يعني كل درجة كل واحد سنتيمتر يمثل لي خمسين ثانية في محور التراتيب المحور هذا اللي طالع اللي راح نديره كل درجة كل واحد سنتيمتر راح نديره فيه عشرة كيلومتر بالساعة عشرة كيلومتر في الساعة يعني واش راح نديرو في الساعة الواحدة قصدي في الساعة في الدرجة الواحدة نديرو عشرة كيلومتر في الساعة كما مثلا المخطط هذا أنا ما نفضلوش أنا نفضل بما أنه خدم في محور فواصل بالثواني حتى السرعة اللي هنا يخدم بالثواني علاش يعقدها يخدم لتحت بالثواني ومن المهم هذا لا يهم لا يهمنا الآن صح احنا اول حاجة ذوك راح نديروها عرفنا باللي كل محور نحطو عليه حاجة عادة الزمن نحطوه هنا لتحت واللي هنا نحطو الحاجة اللي حابين ندرسوها هذه راح نشوفوها حتى بعد في العلوم راح نحطو مثلا الزمن اللي هنا هنا الفوق نقدروا نعرفوا مثلا نخدموا السرعة نقدروا نديروا المسافة نقدروا نديروا كمية الأكسجين الممتصة نقدروا نتابعوا أي حاجة يعني ما راسك اي حاجه تقدر ترسمها في منحنى لانه العين تاع الانسان متصالحه اكثر ولا بشكل اسهل الجهه المنحنيات خير يعني كي تشوف الهضره في منحنى خير ما تشوفها في ارقام من تتاك تتاك من كذا لكذا رقم من كذا لكذا كي تشوف المعطيات لي دوني تاعك يجيوك في ورقه مكتوبين ماشي كيما كي تشوفهم في منحنى جزء من الثانيه تفهم واش راهو تفهم واش بصح كي يجيوك مكتوبين راح تطول وانت تقرا فهمتوا الفكره هذه الفكره تاع المنحنيات هذا ما كان باش يسهلوا لنا القراءه برك فقط اها تبعوا معايا مليح تبعوا واش راح ندير انايا عندي اول حاجه راح نتابعوا السرعه واش نقولوا حنا عاده نبداو نقراو هذا ونتابع كذا بدلاله الزمن نتابع السرعه بدلاله الزمن نتابع كميه الاكسجين بدلالة الزمن نتابع كذا كذا تابع أي حاجة تقدر تتابعها تابعها بدلالة الزمن أوكي بالوقت بيان صح تفهمنا هيا دوكا تبع معايا مليح آه بما أنه فهمنا وش هو المخطط السرعة هذا توجور عندي محور الفواصل ندير فيه الزمن محور ترتيب ندير الحاجة اللي راح نتابعها وبيان سور راح ندير السلم كل درجة الدرجة في المحور التحتاني هذا وش تمثل والدرجة فالمحور هذا الفوقاني اللي هو التراتيب واش تمثل يعني السلم هذا ديما لازم تخزر فيه واذا ما كانش ولا انت راح ترسم منحنى ماذا بك انت يعني راح ترسم مخطط هذا منحنى ولا مخطط كيف كيف لازم ديما تكتب السلم هو اول حاجه السلم كل درجه كل تدريجه كل واحد سنتيمتر واش يقابله وتبدا تخدم متفاهمين ولا لا لا, لا ما تفهمين احنا اول حاجة احنا نعرفوا واش هي مراحل الحركة يعني من المخطط هذا راح مع بعضنا واش هي مراحل الحركة مراحل الحركة راح نجيبها من هنا يجيني تجيني باينة ها هاي باينة بلي هذه مرحلة وباينة بلي هذه مرحلة وباينة بلي هذه مرحلة وباينة بلي هذه مرحلة, مرحلة واحد زوج ثلاثة ربعة عندي ربع مراحل تاع حركة المراحل تاع الحركة هذو لازم تعرف انت المجال الزمني بين تاع كل مرحلة يعني كل مرحلة وقتاش تبدا وقتاش تخلص من كذا لكذا منين من كذا لكذا وش هو الزمن يعني راح تعرف متى والزمن هذا وين راهو راهو عندي وين في محور الفواصل اوكي اوكي هيا تراه جربوا جبدوا المرحله الاولى حنا دوكا عرفنا شحال من مرحله مبينين باينين في المخطط ها هذه واحد طلعت شغل تتغير اوكي ايوا كي شغل تتغير دقيقه كي شغل تتغير كانت طالعه طالعه طالعة اوب ومن بعد ولات ثابته ومن بعد اوب ولات تهبط ومن بعد ولات ثابته ثابت. مره اخرى يعني راهي تتغير هذه ونسميهم مراحل وين يصرى تغير وين تكون عندي بريك بوينت وين يصرى تغير تام نسميه هذيك مرحلة هذه واحد اوكي يعني احنا دركا جبنا شحال من مرحلة يعني دركا راح نحوسو على مراحل عندي واحد زوج ثلاثة اربعة رانا صحاح ثاني حاجة واش كنت لكم دركا كنت لكم بلي نحتاجو المجال الزمني تاع كل مرحلة اتبعوا معايا مليح اعطيوني ذركا دير بوز المجال الزمني تاع المرحلة الاولى ديما ديما في كل مرحله في كل مرحلة روح للبداية والنهاية في كل مرحلة روح للبداية وروح للنهاية في المرحلة الأولى البداية هنا والنهاية هنا واش راك حاب تشوف المجال الزمني يعني النقطة نتاع البداية والنقطة تاع النهاية اسقطهم على الزمن تك حاب تشوف الزمن اسقطهم على الزمن حاب تشوف السرعة اسقطهم على السرعة هيك تشوف صح حنا في الحالة تاعنا نحتاج الزمن مجال زماني يعني روح شوف البداية روح شوف النهاية هاي البداية هي زيرو والنهاية راي اللين. اسقطها على الزمن حابين نشوفو الزمن ها مية المجال الزمني تاع المرحله الاولى من زيرو إلى 100 راك معايا ولا لا ها من صفر ثانيه الى 100 ثانيه نروحوا مع بعضنا رحله الى كوكب مغامرات ولا كوكب زمرودة ها رانا في كوكب زمرودة كلش بالوردي عندي المرحله الاولى ولا نقطه البدايه ونقطه النهايه نتاع المرحله الثانيه تبدا منا وتنتهي منا اسقط لي المرحله النقطه تاع البدايه انتك حاب تشوف الزمن هاوليك الزمن تك 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 100 المرحله الثانيه تبدا من 100 وين تخلص نهايه تخلص عند 200 200 ثانيه طبعا تبدا من 100 ثانيه وتخلص عند 200 ثانيه هذه المرحله الثانيه هاي البداية تسقطها وشك حب وشك باغي تشوف الزمن اسقطها على الزمن صحيح جماعة اوكي ولا ما اوكيش هاي ترى هنشوفه ها آه من مية ثانية الى ميتين ثانية هاي آه خدم لي المرحلة الثالثة وحدك نخدم لي المرحلة الثالثة وحدك نخدمها باللون الازرق ها آه انا في كوكب اكشن المرحلة الثالثة البداية تاعها هنا ديرها الاسود البدايه تاعها هنا والنهايه نتاعها والنهايه نتاعها هنا البدايه تسقط هالي تك 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 200 يعني من 200 ثانيه وتروح حتى ل 250 ثانيه امم راكم معايا ولا لا لا هذا هو المجال الزمني والمجال الزمني تاع المرحله الرابعه تبدا من نقطه البدايه هنا نقطه النهايه هنا ها البدايه والنهايه البدايه 250 تروح حتى للنهايه 350 صح ولا لا لا من 250 ثانيه الى 350 ثانيه هايا نتاكدوا مع بعضنا ها من 200 ثانيه ل 250 من 250 الى 350 من جماعة ولا لا لا رانا شفنا المجال الزمني نتاع كل مرحلة ذركا حابين نعرفو كيما هدرنا من قبل توجور واش نشوفو واش نبغيو نعرفو نبغيو نعرفو السرعة أن نعرفو طبيعة الحركة اوكي السرعة في المرحلة الاولى لاحظوا معايا السرعة هنا توجور واش نديرو في كل مرحلة ايوا نحي تخربيش هذا في كل مرحلة واش نديرو نسقطوها حنا راح نشوفو السرعة راح تشوف السرعة اسقط السرعة هذه على هذا المحور تاع السرعة كانت في البداية زيرو في النهاية تك, تك 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 كانت ستين كيلومتر في الساعة يعني راهي تك 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 تك, تك تزيد ديما دير الأسهم في نهاية كل مرحلة دير سهم ها آه. دير هكا باش تبان لك هاد المرحلة السهم هذا وش بيه السهم هذا راهو طالع سهم هذا راهو طالع عند السرعة راهي مو مو متزايدة والحركة واش نقدرو نقولو عليها إذا كانت السرعة تاعك راهي تزيد الحركة تاعك عبارة على وصف راح الحركة تاعك واش بيها متسارعة أوكي في المرحلة الثانية في المرحلة الثانية أها نرسم وندير سهم واش بيها السرعة في البداية كانت زيرو اسقط هالي ها تك 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 ستين ومن في البداية كانت ستين ماشي زيرو ها السرعة كانت ستين سقطها هنا ستين ونزيد نشوف في النهاية نتاع المرحلة هذي نسقطها تك, تك 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 ستين بقات ثابتة يعني حنا دوكا واش نقولو على السرعة نقولو على السرعة في المرحلة الثانية واش بيها في المرحلة الثانية نقولو عليها السرعة ثابتة والحركه واش بها منتظمه اذا كانت السرعه تاعك ثابته الحركه تاعك راهي منتظمه كيما الساعه تك 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 حركه التحري منتظمه اوكي اوكي منتظمه صح في المرحله الثالثه المرحلة الثالثة هاي نشوفوها مع بعضنا ما كاين حتى مشكل المرحلة الثالثة دوك فاصه البداية تاعها من والنهاية تاعها هنا البداية تاعها كانت ستين تك 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 60 والنهايه نتاعها تك 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 زيرو يعني من ستين اوب هبطت لزيرو او تبعوا السهم كيما قلت قال لك الاستاذ دير سهم ها السهم هذا وش يعني يعني باللي شوف مليحه السهم يعني راهي هابطه صح ولا لا يعني السرعه وش بيها السرعه متناقصه راهي تنقص متناقصه الحركه نقولوا عليها متباطئه اي تتباطئ اوكي المرحلة الرابعة ما تحيرش فيها بزاف هاي المرحلة الرابعة البداية كانت هنا والنهاية هنا في زوج نسقطهم نلقى زيرو كيلومتر في الساعة هنا ثاني زيرو كيلومتر في الساعة وش معنتها وش بيها السرعة اوبس آه صبروا تشوفوا هكذا وش بيها السرعة تبعوا معي، مليح نقولوا بلي السرعة منعدمة السرعة راي زيرو السرعة راهي زيرو نقولو عليها منعدمة مالا الحركة وش بيها ساكنة ما كانش حركة فهمنا جماعة ولا لا لا الحركة ساكنة السرعة معدومة فهمنا جماعة هذا هو مخطط السرعة ما فيه والو تجبد المجال الزمني البداية والنهاية وشوف ولا تبع السهم السرعة متزايدة ولا متناقصة كما تحب وتتبعها الحركة لازم تفرق متسارعة ولا متباطئة كيما رانا كاتبين هذو هما ويتعاودوا نفس الغنية هذه تبقى تتعاود لك في التمارين اوكي يا جماعة مالا ركزوا معايا مليح مليح ركزوا معايا مليح مليح كي المخطط هذا كان واحد ملاحظة راح نهضروا عليها سرعة نقاط من جسم في حركة دورانية ولا انسحابية مستقيمة بكم نفهمكم في الهضره هذه سرعه نقاط من جسم راح نديرو نقاط من جسم هذا واش راح نديرو حنا راح نديرو نقاط من جسم في حركه دورانيه وفي حركه انسحابيه مستقيمه ونشوفوا اسكو اسكو النقاط هذو عندهم نفس السرعه ولا لا لا ندير مثال باش مثلا عندي هذا زميلكم راح يجري انا راح نتبع ثلاث نقاط واحدة في رأسه واحدة في يدو وحدة في رجله هو كي لهنا كي يتقدم ها آه. كي يتقدم واش راح ندير عندي النقطة هذه هذه في يدو هذه في رجله آه. ها آه. قال لك نقاط من جسم يتحرك حركة انسحابية مستقيمة ليس لهم نفس السرعة يعني ما مش يعني هذا وهذا ماشي كيف كيف فهمت ولا لا لا احنا في الحركة انسحابية مستقيمة الانسحابية المستقيمة راح تكون عندهم نفس السرعة يعني النقطة هذه كي تود كي تجي لهنا لها السرعة تاعها راح تكون نفسها السرعة من النقطة هذه للنقطة هذه تكون عندها نفس السرعة نفس السرعة ما ولا لا, لا النقطة هذه حتى لهنا والنقطة هذه حتى لهنا عندهم نفس السرعة يعني الخط هذا قصدي الخط هذا والخط هذا انا نتابع في النقطة واحد هذه النقطة واحد هاي النقطة واحد انا فيها وهذه نقطة اثنين رانا نتابعو فيها في حركة انسحابية مستقيمة السرعة نتاع نقاط جسم يعني السرعة تاع النقطة واحد والسرعة تاع النقطة اثنين تبقى ثابتة تبقى ثابتة دوك نحي هذه من هنا باش مدوخوش ها ليس لهم نفس السرعة يعني بين هذو الزوج ماشي كل وحدة اوكي يعني دوك نحي هكا باش ها نقاط من جسم يتحرك حركة انسحابية مستقيمة كما الجسم هذا راه ينسحب حركة انسحابية مستقيمة النقطة واحد والنقطة اثنين كي نبقاو نتبعو السرعة تاعهم راح تكون ثابتة ونزيد نتبع ثاني النقطة ثلاثة هذه اللي راي في رجلو نزيد نتبعها نلقى النقطة واحد وزوج وثلاثة عندهم يعني حتى نروح نشوف الخط النهاية نلقى بلي راهم مشاو بنفس السرعة الجاب اللي عندهم نفس السرعة حركة انسحابية مستقيمة أي نقطة من هذا الجسم تلقاها باللي راهي عندها نفس السرعة مع نقطة من من جهة أخرى يعني كي تشوف النقط في رجله ولا في راسه تبع النقاط النقطة اللي في رجله ولا النقطة اللي في راسه كي تتابعها تلقاهم باللي عندهم نفس السرعة على مدار الطريق على طول هذا الطريق هذه الفكرة اللي حاب نوصلها لكم مي الأمر يختلف كي نبداو نحكيو على حركة دورانية دوك نبدا نشرح لكم مثلا عندي ساعة هذا المركز تاعها وهذا هذا المؤشر وهذا المؤشر اوكي هذا المركز وهذا المؤشر نقولك واش هو نوع الحركة تاع هذا المؤشر تاع الساعة تقولي استاذ نوع الحركة تاع المؤشر دورانية لانها تدور حول هذا المركز الذي ينتمي الى الجسم فهمنا عليها هذه في انواع الحركات اوكي حركه دورانيه متفاهمين درك السؤال اللي يطرح نفسه لو كان نقول لك انايا نجي عندك نقول لك يا العزيز دور لي هذا المؤشر بسرعه كبيره ديروك دوروا بصبعك راح يدور بزاف صح احنا واش راح نديرو راح نديو ثلاث نقاط نديو نقطه لهنا نديو نقطه لهنا نديو نقطة لين؟ وندي وعندي نقطة تاع المركز النقطة المركز وش بيها سرعة معدومة النقطة اللي في المركز ما تتحرك في بلاصتها كان حتى مسافة دارتها يعني السرعة تاعها زيرو معدومة هي نقطة واحد زوج وثلاثة نقطة واحد لو كان نقول لك نقطة واحد والنقطة اثنين احنا مانيش راح نبدا نسقسيك على السرعه ديالك باش ما ندوخكش هي راح يدورك المؤشر راح نسقسيك على المسافه اها اه راح نعاود نرسم المؤشر تاعي راه رجع مثلا هنا وراوي راه يدور وانا نلتقط في الصور اوكي النقطة واحد راح تولي هنا النقطة اثنين راح تولي هنا النقطة ثلاثة تولي هنا واحد زوج ثلاثة هيا طرح ذركا قول لي المسافة شكون لي يقطع مسافة أكبر شكون لي يقطع هذا المؤشر تاعي ويتحرك عادي في أمان الله بصح النقاط واحد وزوج ثلاثة ما يقطعوش نفس المسافات صح ولا لا لا ها آه. نقطة واحد هيا تتحرك بهذا المسافة نقطة اثنين هيا تتحرك بهذا المسافة نقطة ثلاثة, تتحرك بهذا المسافة. نقطة ثلاثة تتحرك بهذا المسافة يعني شكون لي راه يمشي بمسافة أكبر هي النقطة ثلاثة نقطة ثلاثة هذه هي اللي عندها أكبر مسافة وهذه أصغر مسافة هي النقطة واحد هذه الصغيرة اسكو يوصلوا لهنا في نفس الوقت ولا لا لا نعم أستاذ مؤشر هذا باش ننتقل من هنا لهنا يوصل لهذا لهنا يوصل في الجهة هذه يوصل النقاط في ثلاثة في نفس الوقت راح يوصلوا في نفس الوقت لكن المسافة مختلفة كل واحد يقطع مسافة مختلفة بصح يوصلوا في نفس الوقت ايماجيني انا وانت انت راح تمشي 10 آه... عشر مترات وانا راني راح نبدا لهنا راح نحيل عليك <applause> راح نمشي غير زوج مترات اها شكون اللي يوصل لهنا له راح نعطيك معطيات درك نقول لك بلي رانا في زوج نوصلوا لهنا رانا في زوج نوصلو لهنا في نفس الوقت يعني بعد زوج ثواني انا نكون وصلت لك وانت تكون وصلت معايا شكون اللي انا ولا انت انا قطعت غير زوج مترات وانت قطعت عشرة في زوج ثواني ولحقتني معناتها انت راك اسرع مني انت راك اسرع مني انا كي درت انت مشيت خمسة انا زدت المتر الثانية انت زدت خمسة اخرين يعني طارك 5 متر تقطعهم في ثانيه واحده انت اسرع مني احنا وصلنا في نفس الوقت انت قطعت مسافه كبيره معناتها طارك اسرع مني نفس الشيء اللي اخي الفكره ولا لا لا ها نزيد نعاود لكم مره اخرى احنا هذا قطع مسافه صغيره والحق اللي هنا هذا قطع مسافه كبيره والحق اللي هنا في نفس الوقت لحقوا لحقوا في نفس الوقت وصلوا في نفس الوقت معنتها اللي قطع مسافة كبيرة هو الأسرع هذا هو الأسرع متفاهمين ولا لا لا أيوا الفكرة اللي حاب نوصلها لكم وهذا هو اللي أقل سرعة هذا هو اللي عنده أقل سرعة أنا الفكرة اللي حاب نوصلها لكم اللي هنا باش تعرفوا برك شكون الأسرع هذا ما كان يعني سرعة نقاط من جسم تكون مختلفة في الحركة الدورانية كي تكون عندي حركة دورانية في الجسم نتاعي هذا كي ندي نقطه في المركز نلقاها زيرو كي ندي نقطه لهنا في الاخير نلقاها هذه هي الاسرع فهمتوا الفكره ولا لا لا في حركه انسحابيه مستقيمه السرعه تكون ثابته في جميع نقاط الجسم اي نقطه من الجسم هذا في راسه في صباطه في يده تلقى السرعه ثابته من الانطلاق الى خط النهايه اما في الحركه الدورانيه تتو لا ماشي كيف كيف حركة دورانية كل نقطة من هذاك الجسم تختلف السرعة تاعها على النقطة اللي حذاها صديق قدر تلقاها أسرع قدر تلقاها أقل سرعة لأنه المسافة اللي يقطعوها مشي كيف كيف هذه الفكرة اللي حبك تديها هذا ما كان دير في راسك باللي في الحركة الدورانية النقاط من هذا الجسم مختلفة ماشي كيف كيف فهمنا جماعة ولا لا لا هذه هي الملاحظة خليتها في الأخير باش نمدها لكم يعني تكونوا ديجا فهمتوا السرعة فهمتوا كل حاجة دوكا تفهموا الفكرة هذه فهمتوا ولا لا لا اوكي نتمنى منكم تكونوا فهمتوها لانه راح يجيكم سؤال من بعد التمارين تاع السرعة يقول لك اسكو كي تكون عندنا نقاط من جسم متحرك حركة دورانية اسكو النقاط هذو عندهم نفس السرعة ولا لا لا اذا كان دورانية تقولوا لا ليس لهم نفس السرعة تفكر الرقص تاع الساعة اللي هنا النقطة تاع تعال المركز تاعو السرعة زيرو والنقطة اللي هنا في الأخير في الراس تاعو تكون يقطع مسافة كبيرة وبسرعة سرعة أكبر فهمتوني ولا لا لا متفاهمين يا جماعة صح متفاهمين متفاهمين هيا ما, ما, ما نتلاقاو في التمارين نتلاقاو في التمارين بصح الدرس اليوم راح نقراو فيه نقل الحركه درس جاي سهل بزاف دوك نفهموا العناصر تاعو طرق نقل الحركه ونمد لكم واحد العناصر اللي لازم تتحفظ على كل طريقه اوكي عاده نقل الحركه يتم بين الاجسام يتم بين الاجسام قبل ما نبدا في الدرس تاعنا لكم شو نفهمه نحضر شو نفهموا بزاف اوكي راح ننقلوا الحركه بين الاجسام ايماجيني نتا عندك جسم واحد وعندك جسم سنين نحب تنقل الحركة من الجسم واحد إلى الجسم اثنان أوكي إذا كان هذا مثلا يتحرك نحب أنا يحرك لي هذا ثاني كيفاش كان عندنا زوج طرق دوكا لازم تفهموا باش ننقل حركة من جسم إلى جسم كاين زوج حالات يا يكون الجسم هذا والجسم هذا متلاصقين يعني كي يتحرك هذا هذا راح يتحرك يعني دوك انفاصيه يكونوا كيما هكا متلاصقين يعني انت دوكا كي تحرك الجسم الاول هذا ما كنا هكا باش نوضحو هذا الجسم اثنين وهذا الجسم واحد دوكا انت كي تحرك الجسم واحد اوتوماتيك الجسم اثنين راح يتحرك علاش راهم متلاصقين اوكي وكاين الحالة الثانية كي يكون عندي الجسم واحد والجسم اثنين متباعدين هنا راح نوقعو في مشكل في بروبليم كيفاش راح ننقل الحركة من واحد الى اثنين وهما متباعدين بدا الانسان يفكر قال لك كان زوج حالات بدا يجرب مرة يدير خيط مرة يدير حتى نوصل له لزوج عفايس افيكاس زوج عفايس افيكاس يعني يقدر يعتمد عليهم يا يعتمد السير شريط مطاطي يربط به هذا الجسم واحد والجسم اثنين كيما هكذا كي يدور الجسم واحد الجسم اثنين راح يدور اوتوماتيكل حركة ينقلها لشكون راح ينقلها السير السير هذا عباره على شريط مطاطي ينقل لي الحركه من الجسم واحد الى الجسم اثنان فهمتوا دوكا اللعبه تاع الوحده هذه كامل راهي تحكي على كيفاش ننقلوا الحركه من جسم الى جسم الحاله الاولى سهله يكونوا متلاصقين تحرك الجسم واحد الجسم الثاني يبدا يتحرك الحالة الثانية كي يكونوا متباعدين راح نعتمدوا عدة وسائل منها السير ولا السلسلة السلسلة هذه كما مثلا في الدراجة كما مثلا في الدراجة عندي جسماني متباعدين مش متلاصقين وننقل الحركة من جسم إلى جسم أوكي من جسم إلى جسم ذوك احنا الأجسام هذو نحبو نسميوهم الأجسام هذو عندنا زوج أنواع من الأجسام أوكي يعني ذوك تفهمنا نقل الحركة فيه زوج حالات هي عندي جسمين متلاصقين ولا متباعدين أنا فهمنا ذركم كي يكونوا متباعدين نستخدموا وسائل لنقل الحركة، يا إيه نستخدموا السير يا إيه نستخدموا شو نستخدموا السلاسل، دوكا يعني غير نهضروا دوكا ندير لكم مخطط ونبداو نشرحوا، يعني دوكا نتفاهموا الساع نقصوا شوية مع بعضنا بعد ندخلوا في الدرس، اوكي، كي يكونوا متلاصقين قلنا ما نحتاجوش طريقة ولا وسيط باش ينقل الحركة، صاي تفاهمنا فيها هذه تفاهمنا، دوكا الأجسام هذي قلت لكم كاين زوج أنواع، في الحالة تاعنا هذي راح نقراو زوج أنواع من الأجسام. كاين دواليب يعني دولاب جاي قرص كيما هكا من هنا جاي املس اوكي من هنا جاي املس وكان عندنا المسننات ايوا هذا مسنن نقول لهم مسننات ولا نقول لهم التروس ترس ترس ولا مسنن كيف كيف نفس المعنى اوكي ايوا سمحنا دوكا انواع آه... الاجسام يا نقراو دواليب دولاب قرص كيما هكا جاي املس من هنا ما عندوش حراشف ما عندوش, موس... عندوش اسنان <applause> ما نقولوش حراشف مي راني نوضح لكم نوصل لكم في الفكره وكان عندنا مسننات كان عندنا زوج حالات يا يكونوا متلاصقين يا متباعدين هذا واش راح نشوفه مع بعضانا قبل ما نبداو نشوفوا طرق آه... هذه تاع نقل الحركه نبداو نعرفوا ساع هو نقل الحركه مفهوم نقل الحركه يعني بطريقه احترافيه أه مفهوم نقل الحركه هو نقل الحركه الدورانيه هذه الاقراص ولا التروس ولا الدواليب هذه راهي الدور حول نفسها راهي تدير في حركه دورانيه هذه الحركه الدورانيه منين راح ننقلوها هنايا ننقلوها من عنصر محرك الى عنصر ثاني متحرك يا اخي قلت لكم حنايا واش راح نديرو راح يكون عندنا زوج اوبس راح يكون عندنا زوج اجسام هنا نحركوا الجسم الاول هذا هو لا باز هذا هو اللي راح نحركوه هذا, هذا نقولوا له العنصر المحرك كي يتحرك هذا هذا مسكين الجسم الثاني يتحرك هذا نقولوا متحرك علاش لانه الحركه تاعو تعتمد على الجسم الاول يعني اذا تحرك الجسم الاول هو راح يتحرك الجسم الاول حبس هو راح يحبس هذا العنصر الثاني نقولوا له الجسم المتحرك ولا نقولوا له الجسم المقتاد اوكي جسم مقتاد علاش لانه الجسم الاول هذا هو الجسم القائد القائد شكون يقود يقود المقتاد المقتادين اوكي متفاهمين ولا لا نقدروا نقولوا بلي هذا جسم محرك وهذا متحرك ولا هذا جسم قائد وهذا جسم مقتاد وتتم ولا يتم نقل الحركه بعده طرق نذكر منها هذه الطرق الاربعه اللي قريناهم كان الاحتكاك كان التعشيق وكان السيور والسلاسل هذا الاحتكاك والتعشيق في حالة إذا كان الجسمان متلاصقين إذا كان الجسمان متلاصقين في حالة الأقراص الملساء اللي السطح نتاعها أملس نقول لها احتكاك إذا كانت مسنانات ولا توروس جاي مشرشفة كيما هكا عندها أسنان بين بلي متلاصقين نقول لها التعشيق أوكي في الحالة الثانية إذا كان عندي الجسمان متباعدان راح نستخدمو طرق في نقل الحركة إذا استخدمنا السير نقولو الطريقة راهي بالسيور إذا استخدمنا سلسلة نقولو راهي الطريقة بالسلاسل أوكي يا جماعة متفاهمين هذا هو مفهوم نقل الحركة هذه يلا لاباس تاع نقل الحركة بين جسمين يكونوا متلاصقين ولا متباعدين يكونوا قرصين أملسين ولا مسننين عندهم أسنان متفاهمين هذه هي لا ولا الفكره تاعنا المبدئيه هيا ترى نشوفوا المخطط تاعنا ها كيما راكم تشوفون خلي التعريف ماشي مشكل كوبس صح؟ اوكي قلنا احنا نقل الحركه يعتمد على زوج عفايس نقل الحركه بين الاجسام اذا كان الجسمين غير متباعدين يعني متلاصقين متلاصقين مع بعضهم عندنا زوج طرق بالتعشيق ولا بالمسننات كي اللي يقولها مسننات تختلف في التسميات هذا ما كان على حسب الاستاذ نتاعك انت كيفاش يبدل في التسميات نورمال وكاين بال بالاحتكاك اوكي بالاحتكاك في حاله الاقراص ملسا وبالتعشيق في حالة مسنانات يعني راح ندير شوية صور ونشوفوا ها هذو كامل عبارة على مسننات ها هذا عبارة على مسنانات ما تليميتيش راسك ماشي شرط مسننك ومسننك ها شوف بالطريقة هذا هذا جاي عمودي على هذا ولا بالطريقه هذه بالطريقة المهم يكونوا اسنان ونعطيك اكزومبل واحد اخر الساعه ساعه ميكانيكيه يكتب في اليوتيوب طريقه صنع الساعات الميكانيكيه هذو عالم وحده عالم وحدو هذو ثاني فيهم الطريقه تاع التعشيق عادي مسننات لاصقين في بعضهم ويتم نقل حركه من هنا لهنا لهنا في الاخير تشوف الساعه تتحرك بين باللي راي علم وحدها تروح تبع شريطك صغير تستفاد منه وتدي الخبره تدي الخبره ولا الثقافه اوكي اوكي هذا النقل بالتعشيق والاحتكاك هذا دوكا عليه راح نشوفو دوكا كل واحد نشوفوه بالتفصيل المحاسن المساوئ اتجاه الحركة السرعة ان الرمز النظامي كل عنصر كل عنصر خصك تحفظو كل عنصر من هذا لازم عليك تحفظو بالتفصيل الممل ها وش فيها وش فيها وش فيه. فيه لانه من بعد راح نشوفه في السلسلة تاع التمارين ساهلين فيهم غير اذكر علاش كيفاش دور؟ اعطيني اتجاه الحركه انت تخدم غير شوي راسك كما راح نشوفه في التمارين وكلش راح يجيك ساهل ماهل اوكي في الحاله نتاع متباعدين نديو مثال تاع السيور كما هذا اللي لهنا هاك تشوف هذا عباره على سير سير مطاطي وهذا قرصان لو كان يحركوا هذا تشوف هذا المقبض هذا لو كان يحركوه مثلا يبدا يدور يدور لي هذا وهذا يدور لي هذا كاين بزاف امثله ولا مجالات الاستعمال راح نشوفوها كل طريقه وحدها نشوفوا مجالات الاستعمال تاعها سهلة ما ما تحيرش بزاف اوكي نبداو هيا يعني نبداو ترى في الحالة الأولى اللي هي النقلة بالتعشيق ايوا النقلة بالتعشيق اوكي نقل بالتعشيق هذه هي النقل بالتعشيق نبداو نقل الحركه بالتعشيق ولا بالمسننات ممكن نفهموا علاش سموها التعشيق ولا علاش سماوها بالمسننات شرح بسيط ولا هنايا تعريف شرح بسيط ولا تعريف يقدر يسقسيك في الاسئله يقولك اعطيني التعريف نتاع نقل الحركه بالتعشيق واش راح تقول تقوله هو التشابك او تداخل اسنان المسنن الاول في تجاويف المسنن الثاني فينقل المسنن القائد للمسنن المقتاد الحركه يعني لازم نزيد كلمه لهنا الحركه واش ينقله ينقلون الحركه كما رانا نشوفوا لهنا في الرمز النظامي ها هذا مسنن وهذا مسنن هاو المسنن هذا داخل في المسنن هذا عادة هذه المسننات الصغيرة تكون قائدة ويقولوا لها ترس تروس اوكي نقدروا نقولوا له مسنن ونقدر نقول له ترس احفظ مليح الكلمة هذه صح ها آه. هذا خلينا من رمز النظامي نبداو الساعة نجيو حبة حبة ونجيو هابطين الهدف من آه... هذه هذا المسننات الهدف يعني بين بلي الهدف هو نقل الحركة بين مسننين من مسنن إلى مسنن الهدف تاعنا هو نقل الحركة صح اتجاه الحركة تاع هذه المسننات نفرضوا باللي ها او عندي اللي هنا في الرمز النظامي هاكم تشوفوه معايا اوبس 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 ها تشوفوا باش نقدروا نكتبوا مليح ونجاوبوا هيا تبعوا معايا مليحة نفرض باللي عندي هذا المسنن وهذا مسنن لو كان هذا يمشي في الاتجاه هذا الاخضر هذا وش من اتجاه يمشي تخيلوا بلي الاحمر هذا ويدور هكذا او يدور او يدور هكذا هو يدور هذا الأخضر وين يدور راح يدور في الاتجاه هذا صح يعني الاحمر اذا دار في الاتجاه هذا الاخضر هذا راح يدور منه صح ولا هذا كي يمشي منه هذه تمشي تتحرك منه في الاتجاه هذا يعني راح يمشي في الاتجاه هذا اتجاهين متعاكسين هذا راح يدور هكذا وهذا راح يدور هكذا عسي ترى طابقهم بالورق الشفاف هذا السهم هذا والسهم هذا باينه باللي اتجاهين مختلفين اتجاهين متعاكسين اوكي احنا من نوليو نهضرو باتجاه عقارب الساعه عقارب الساعه تمشي كيما هكا اوكي اذا كان المسنن الاول يمشي في اتجاه عقارب الساعه المسنن الثاني راح يمشي في عكس عقارب الساعه اوكي هيا دوكا امر مهم جدا تعرف اتجاه الحركه تاع كل طريقه امر مهم تعرف اتجاه الحركه تاع كل طريقه كي يكونوا متقاربين نعاود نرجع لك المخطط هذا باش نتفاهموا على اتجاه الحركه اوكي كي يكونوا آه غير متباعدين يعني متلاصقين سواء بالتعشيق ولا بالاحتكاك اتجاه الحركه تاع المسننين ولا تاع القرصين دوما يكون متعاكسين حفظها هذه بالتعشيق بالاحتكاك يكونوا متعاكسين ما تتلفلكش الاختبار حافظها من الدار هذه هي الاجابه الصحيحه ما تبداش تتخيل ولا يجيك التوسويس نهار الاختبار كان عفايس تقراهم في الدار تراجعهم تسقسي عليهم وتكتبهم مسلمات يعني في الاختبار كي تتلفلك يجيك التوسويس يجيك سؤال تتخلط لك ارجع للمسلمات هذيك اللي قريتها في الدار اوكي انت عندك الطريقه تاع التعشيق والاحتكاك يعني الاجسام كي متلاصقين اتجاه الحركة تاعهم يكون يكون متعاكس هذه من المسلمات حفظها اوكي جربها في الدار جيب ورقة هكا قص ورقة على شكل مسنن حطهم حدا بعضهم وبدا دور وشوف اتجاه الحركة ورسمه بستيلو باش تقتنع كي تقتنع تولي من المسلمات يعني نهار الاختبار ما نلقاكش تكتب لي بالطريقه تاع الاحتكاك ولا تعشق وتقولي استاذ نقل الحركه بينتهم يدور في نفس الاتجاه لا لا ما كانش هذه تاع في نفس الاتجاه هذه من المسلمات حفظها اوكي اوكي درك انا قادر نسقسيك اذا كان اتجاه الحركه هذا كنت فاهم قلنا متعاكسين اذا كان المسنن القائد يدور باتجاه عقارب الساعه المسنن الثاني راح يكون عكس عقارب الساعه اه يقولوا له المسنن المقتاد اوكي صح هذا كنت فاهمه عناصر نقل الحركه في الطريقه هذه تاع التعشيق واش راكم هنا؟ لهنا مسنن الاول ومسنن الثاني هذا ما كان هاني كاتب اللي هنا في العنصر الاول المسنن القائد اللي هو الترس هذاك القائد عاده إن يكون صغير عاده إن قادر في التمرين يديروه كبير ما تحكمش عليه اون جينيرال مسنن القائد العنصر المحرك يتم نقل الحركه منه وين ينقلوها للمسنن المقتاد العنصر المتحرك يتم نقل الحركة إليه ويستقبل حركة جه من العنصر القائد مسنن القائد درك يقدر يسقسيك في التمارين في التمارين كان بزاف الفكرة هذه يقولك يا خويا ولا يا تلميذي وتلميذاتي يقولك أنا يا عم دي الحركة في النقل بالتعشيق تاع المسننين متعاكسة باغي دوره في نفس الاتجاه أعطيني حل دبر لي حل انت تلميذ عندك عقل تخمم ثانيه متوسط وعندك لي كباسيتي عندك القدرات باش تقدر تقترح لي حل يوليو في نفس الاتجاه تقدر دركا ديروها اشغال حصه اشغال نجيبو ورقه نقصو منها مسننات ونبداو نجربو كي تدير زوج مسننات واش راح تلاحظ؟ تلاحظ باللي يدورو دقيقه كون نديرو زوج مسننات تلاحظ بلي يدورو في اتجاه متعاكس هذا اذا دار هكذا الدوزيام راح يدور هكذا بشكل متعاكس ها يعني رسمتهم حدا بعضهم اتجاه الدوران تلصقهم في بعضهم يكونوا متعاكسين كيفاش انا حبهم في زوج يدوروا في نفس الاتجاه تقولي استاذ سهلة عندي المسنن الاول وعندي المسنن الثاني باش يدوروا لي في نفس الاتجاه يعني اذا كان هذا يدور في الاتجاه هذا هذا ثاني حبيت يدور في الاتجاه هذا ندير بيناتهم وسيط اوكي اذا درت بيناتهم وسيط يوليوا يدوروا ها الوسيط هذا الاتجاه تاع الدوران تاعو هكذا معاكس ليهم في زوج يعني هذا اذا دار هك هذا يدور هكذا وهذا اذا دار هك هذا يدور هكذا خي انت دوك عطيتك واحد المسلمه قلت لك بلي ترسين متلاصقين مسننين متلاصقين في بعضهم عم يدوروا في عكس الاتجاه اوكي اذا كان الاحمر هذا يدور هكذا مالا الكحل هذا راهو عكسه اوكي وبما انه الكحل هذا راهو عكسه يدور مع المهم تجربها دوكا جربها في الورقه جربها في الورقه دوك تعرف هذا الاسود عكس هذا الاحمر وهذا الاحمر راح يدور عكس الاسود وبالتالي راك تشوف راح يخرجوا لي نفس الاسهم تا ماكش ماكش ما يقدرش يخرج لي الاسهم ديريكت لازم تبدا تبني تبدا تبني اذا كان هذا يمشي هيك معناتها الاسود هذا راح يروح هك يعني خرجت نجي لهذا اذا كان هذا يمشي هكذا انا قال استاذ كي يكونوا متلاصقين راح يمشي في عكس الاتجاه اذا كان هذا يروح هكذا هذا يروح هكذا هاني يعني خرجت الاسهم كامل يعني تبدا تبني من الدرجه الاولى وتشوف هذا يدور, هذا يدور هك هذا يدور هك هذا يدور هك وتبدا تبني دوكا كان نقدر نعرف او شيخ لاحظ هذه تمشي في الاتجاه هذا وهذه هاي تمشي في الاتجاه هذا نفس الاتجاه ولا لا لا وي استاذ نفس الاتجاه هاني يعني حققت المبتغى كيفاش قدرت نحقق المبتغى بإضافة مسنن وسيط هذه ثاني ديرها في راسك إذا عندك زوج مسننات وحب يدوروا في نفس الاتجاه دير لهم مسنن في الوسط يدوروا في نفس الاتجاه هذه ثاني من المسلمات يعني دركا تقتنع بها تجربها دركا حنا جربناها مع بعضنا تحفظها اوكي ها مسنن وسيط يتم اضافته لاضافته لي ليدور المسنن واحد واثنين في نفس الاتجاه يعني كي السؤال هذا في الاختبار ما تحرش فيه يقول بغيت المسنن ولا اعطيني طريقه باش يدوروا في نفس الاتجاه واش تقول له نزيدوا وسيط هذا ما كان متفاهمين يا جماعه ولا لا لا اي كان في واحد الوضعيه ادماجيه سقسيهم يقول واش هي المشكله اللي لاحظوها يعطيك واحد اللعبه على شكل سياره بصح تمشي بالعكس ما تمشيش بمقدمة السيارة أول حاجة لازم تلاحظ باللي جهة الدوران ترجعها للخلف يقولك أعطيني حل دبر راسك أعطيني حل سواء تشوف ترى الطريقة تاع التعشيق هذه دير وسيط قادر يقولك ما بغيت تزيد لي حتى حاجة أعطيني حل برك هذا ما كان دوك نحلوها مع بعضنا ونشوفه المهم أنا حبيتك تحل راسك توسع تفكيرك أوكي أوكي نجيو لسرعة الدوران يقدر يسقسيك على سرعة الدوران هنا كان كاين اللي قراو سرعه الدواره كيفاش تتحسب يعني قاعده تكتبها تبدا تحسب وتخرج اذا قريتوها بعثولي اللي ما قراوهاش يعني 99% منهم راح يقراو الطريقه تاع حساب السرعه نتاع المسنن الاول يعطيك السرعه تاعو من بعد تحسب المسراز السرعه تاع المسنن الثاني تحسب عدد الدورات تدير الطريقه الثلاثيه كان واحد القاعده ثانية تحفظوها مانيش حاب نديرها لكم في الفيديو هذا اذا قريتوها قولوا لي نديرها وحدها منفصله باش ما تدوخوش باش ما ندوخكمش اوكي صحه متفاهمين دونك نبداو نحكيو على سرعة الدوران اوكي سرعة الدوران اذا كان لهما نفس عدد الاسنان اذا كان لهما نفس عدد الاسنان اذا يدوران نفس عدد الدورات اذا كان عندك ترس ترس ترسين يعني مسنن المسنن يدوروا لهما عدد نفس عدد الاسنان مع أن تارم يديروا نفس عدد الدورات أن تارم عندهم نفس السرعه سي بون يحفظها في راسك اذا كان عندهم نفس عدد الاسنان راهم يدوروا بنفس عدد الدورات يعني راهم يدوروا بنفس السرعه حاجه دوزيام اذا كان المسنن الصغير الذي له عدد اقل من الاسنان يعني مسنن عندك مسنن كبير ومسنن صغير المسنن الصغير بطبيعه الحال تكون عنده عدد الاسنان اقل من المسنن الاول واش نقولوا نقولوا باللي الصغير راه يدور بسرعه اكبر هذه هذه مفروغ منها الصغير هو اللي يدور بسرعه الكبير ما يجي يكمل دوره الصغير يكون ديجا ربع دورات هذه تقدر حتى تتخيلها ولا ترسمها ها نقولوا مثلا عندك مسنن كبير وعندك مسنن صغير اوكي راه كاين اشواك لهنا مسننات كاين اشواك لهنا مسننات اهي اذا كان هذا ما يجي يدير دوره يدير دوره واحده هذا يكون دار ثلاثه ولا ربع دورات هذا جاي صغير هذا يدير مثلا ربع دوره او يوصل لهنا هذا يكون ديجا داير دوره هذا يزيد يوصل لهنا يدير نصف دوره هذا يكون ديجا دار زوج دورات التهمين ولا عاده ديما الصغير يدير بزاف دورات راح يكون اسرع من الكبير الكبير, الكبير ما يجي يدير دوره كي شغل انا نقول لك انت هاي المدرسه تاعكم نقول لك انت واش دير دير دوره كامله حول المدرسه وانا وين ندور انا ندور غير على الساحه انت ما تجي تكمل دورة على المدرسة انا كنت ديجا درت اربع دورات لهنا في الساحة صح ولا لا لا الدورة تاعي صغيرة الدورة تاعي كبيرة انت ما تجي تكمل دورة انا درت ديجا ربعة خمس ست دورات في دائرة صغيرة نفس المبدأ اللي نفس المبدأ اللي اذا كان عندك ترس كبير ما يجي يدير دورة انت ديجا ترس صغير دار ربعة خمس دورات هذه ديرها في راسك و... وحفظها مليح نجيو دركا للمساوئ والمحاسن ومجالات الاستعمال هذو حفاظه حفاظه بيور هذو حفظهم والرمز النظامي ثاني حفاظه هذو يقدر يجيك سؤال ماذا بيا ما, بيه ما تحفظه في الدار تعاود تصبوا ديريكت ما في حتى تفكير واش هي مساوئ ومحاسن نقل الحركه بالتعشيق تكون حافظهم عادي تكون حافظهم وتكتبهم بون يعني تفهمهم شويه باش تشفع عليهم كان عفايس محال تنساهم كما مثلا نقل الحركه بالمسننات بالتعشيق المسننات هذه لازم لها ديما الزيت لازم لها التشحيم تشحيم مستمر ولا تشحيم دائم اوكي ومسننات تك 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 تك, تك, يعني الصوت تاعها ضجيج دير ضجيج بزاف اوكي اه عفسه الثالثه هذه مخدومه من الحديد مخدومه بالديمول سبيسيال حتى الحديد هذاك ماشي حديد صافي حديد شغل عباره على عده معادن باش تحمل هذاك الدبك الكبير وتتحمل هذيك القوه الكبيره ولا الاجهاد اللي نديروه عليها معناتها التصنيع نتاعها راح يكون صعيب وبالتالي راح يكون غالي متفاهمين ولا لا لا متفاهمين المحاسن نتاعها تغيير السرعه بسهوله بما انه عندي اسنان كاين قواعد تاع حسابات تقدر تتحكم بالسرعه بدقه متناهيه تقدر تتحكم في السرعه بدقه متناهيه تزيد ولا تهبط هذه من لي زافونتاج تاعها تقدر تتحكم في السرعه عدم وجود انزلاقات مستحيل ينزلق كما دوكا راح في الطريقة الثانية الاحتكاك خليتها الثانية بالعاني على جل انزلاقات الاحتكاك يقدر ينزلق يقدر يبدا يصرا انزلاق لا. لاخر يدير ربع دورات الاخر يدير غير نص دوره ولا احتكاك يعني في السرعات الكبيره ما يقدروش يتوافقوا في الدوران عكس المسننات متشابكين الدوران تاع الاول والثاني متوافقين محال يفوتوا بدوره ولا زوج متشابكين الا اذا فاتوا ولا معناتها تكسروا المسننات يعني التناسب في الدوران بيناتهم يبقى ثابت فهمتوا ولا لا لا اوكي يعني محال يصرا انزلاق لهنا الا اذا تكسروا الاسنان اوكي العفسه الخدمه الطويله العفسه المليحه ثاني خدمه طويله والصيانه غير مكلفه يعني تدوم لك راح يعني تجيب هذه المسننات راح تعيش طويل تحمل الاجهادات والصيانه نتاعها غير مكلفه قلنا اذا تكسر اسنان معناتها تكسر وخلاص ارمي اوكي معناتها الصيانه نتاعها غير في التشحيم هذا مكان ولا تخرج تتحرك من بلاصتها ولا اوكي هذا التوروس هذول المسننات او علم وحده جزء من الميكانيك تقراوه لاحقا قادر تقراو في الجامعه ولا اللي يروح التخصص تاع هندسه ميكانيكيه في الليسي تعمقوا فيهم شويه علم وحده علم قائم بذاته في تصميم الحسابات بزاف عفايس تقدروا تكتبوا علم التوروس في اليوتيوب ولا تفرج تدي عليه نظره هذا علم قائم بحد ذاته صحه مجالات الاستعمال قلنا يقدر يستخدموه في المنبه رافاي ولا يستخدمه في خلاط كهربائي ولا يقدروا يستخدموه في المثقب ولا في المذياع ولا في علب السرعة نتاع السيارات اوكي يعني عنده بزاف مجالات الاستعمال ماذا بيا تحفظوهم هذو المساء والمحاسن ومجالات الاستعمال والرمز النظامي المسننات هاو كيفاش نرمزو هذا مسنن ترسم دائرة صغيرة وترسم دائرة كبيرة باش تبين الطول تاع المسنن اوكي أوك نكبرها كيما هكا باش نشوفو مليحة هكا مليحة مليحة ها آه، تبعوا راكم تشوفوا كيف دير دائره لهنا لداخل ودائره خارجيه باش توضح الطول يعني هذا للهنا ايوا آه، أيوة. يعني هذا اللي هنا. هذا هو طول الاسنان ها آه، هذا هو طول الاسنان هذا مكان يعني مسنن دير له دويره هك ودويره هك كي في الداخلين في بعضهم دير دويره هيك دويره هيك دويرة هكا ودويرة دويرة خارجية متشابكين كيما هناك تشوف فيها متشابكين المسننات هذا هو الرمز النظامي تحفظوه هذا مكان اوكي عبارة على دوائر هذا مكان ماشي حاجة كبيرة يقدر يجيك سؤال يقولك اعطيني الرمز النظامي نتاع هاد المسننات تمدهولو تا تكون ديجا حفظتوها عبارة على دويرات هذا مكان متحيرش فيه بزاف اوكي يا جماعة متفاهمين اوكي متفاهمين هذا هو نقل الحركة بالتعشيق ولا بالموسنانات هيا ما نتلاقاو في الصفحة القادمة نشوفو فيها نقل الحركة بالاحتكاك صح؟ نقل الحركة بالاحتكاك ها هي كي نقل الحركة بالاحتكاك نديرو تعريف شرح بسيط نعرفوها وش هي يتم نقل الحركة بالتماس بين حواف قرصين كما قلنا الاحتكاك معناتها عندنا قرصين املاسين الحواف تاعهم كي يحتكوا مع بعضهم يبدا يدور الاول يدور للثاني فينقل القرص القائد الحركة للقرص المقتاد هذا هو البرانسيب ولا الهدف تاعنا راني يعني زدت لها بشكل منفصل هو نقل الحركة بين دولابين او قرصين او عجلتين هذا كامل مهم ما يكونش فيه اسنان كما اللي هنا في الصوره راكم ها هادو عباره على دولابين هذا دولاب وهذا دولاب ها او تقدر تشوفوه من عده زوايا تشوفوا منا على الجنب ولا تشوفوا منا على <applause> على الجانب ها الجانب الايمن ولا المهم باش لهنا نقدروا نرسموا الرمز النظامي اوكي راكم تشوفوا فيه املاسين قرصين ولا دولابين على كل حال اتجاه الحركه واش بهم راه متلاصقين قال الأستاذ الاستاذ كيكونوا جسمين متلاصقين اتجاه الحركه تاعهم دوما متعاكسين متعاكسين يعني اذا كان الدولاب القائد يدور باتجاه عقرب الساعه الدولاب المقتاد فاش يدور راه يدور عكس عقارب عقرب الساعه هذا مكان عناصر نقل الحركه قدر يقولك سميلي طريقة الطريقه تقولوا نقل الحركه بالاحتكاك وش هي العناصر تاعها كان عندك زوج عناصر تقولوا القرص القائد ولا الدولاب القائد وعندنا ثاني القرص المقتاد اذا كان في هذاك التمرين ولا في هذيك الوثيقه بيناتهم وسيط تقولي لي قرص وسيط علاش درناه ما كنت فاهمه قلنا القرص القائد وش هي الوظيفه تاعو العنصر المحرك يتم نقل الحركه من والقائد هو, هو المحرك القرص المقتاد القرص المقتد والعنصر المتحرك يتم نقل الحركة إليه يستقبل حركة من القائد القرص الوسيط يتم إضافته في حالة بغينا نعكسو في حالة بغينا القرص القائد والمقتد يدور في نفس الاتجاه يعني عندهم ليدور القرص واحد واثنين في نفس الاتجاه القائد والمقتد يدور في نفس اتجاه الحركة واش خصني ندير ندير قرص وسيط فهمنا ولا لا كان عندي زوج حالات في حالة الأجسام تكون متلاصقة ولا متباعدة في حالة الأجسام المتلاصقة اتجاه الحركة يكون متعاكس بين الجسمين تحفظها مسلمات في حالة الجسمين يكونوا متباعدين نحن ننقل الحركة من جسم إلى جسم بواسطة السير ولا بواسطة السلسلة اتجاه الحركة تاعهم راح يكون نفسه هذه مسلمات تحفظها كاين طرق باش نعكسو نلعبو في اتجاه الحركة سهلة في حالة يكونوا متلاصقين يعني في النقل الحركة بالتعشيق ولا بالاحتكاك كيفاش نعكس اتجاه الحركة نديرو وسيط قرص وسيط ولا مسنن ولا ترس وسيط ايزي ايزي نجيو على السرعة في الاحتكاك اذا كان لهما نفس القطر اذا كان لهما نفس القطر يعني قرصين دولابين عجلتين اللي هما اذا كان عندهم نفس القطر يدوران بنفس السرعه اذا كان لهما قطران مختلفين اذا يدوران بسرعه شكون يدور بسرعه اكبر الذي له قطر اصغر قلنا الصغير ديما يدير, يدير يدور بسرعه اكبر من الكبير عطيتكم مثال واحد يدور على المدرسه كامل واحد يدور غير على الملعب اللي يدور على الملعب يدير خمس دورات هذاك ما يكمل الدوره على المدرسه ايه. هذاك اللي داخل يدور على الملعب ديجا دار 5 6 دورات ديما تخيلها بالمثال هذا باش ما تتلفلكش الصغير يدير دورات بزاف اللي الكبير ثقيل اوكي ديما بطيء على الصغير صح المساوئ والمحاسن ومجالات الاستعمال والرمز النظامي حفاظه اجتماعيات يعني المساوئ كنقول لكم مساوئ نقل الحركه بالاحتكاك تبدا تقول تاكل السطوح يعني هذا مع الوقت يتاكلوا زيد الانزلاق تصرى انزلاقات خاصة في السرعات الكبيرة ايماجيني الدولاب هذا ويدور بل... يدور بسرعة كبيرة يولي الدولاب هذا ما يحكمش ما يحكموش مليح يولي هذا يدور بزاف على هذا يعني السرعة بيناتهم ما توليش متناسبة يعني لي زيرور ولا الاخطاء في الحسابات تولي مش ثابتة مش دقيقة عكس الحركة بالتعشيق يكونوا متشابكين محال واحد يسبق واحد ولا يصرى انزلاق هذا هو البروبليم يقولوا لها الانزلاقات يعني الاخر يدور الاخر مازال حتى ما محكموش في السرعه تاعو اوكي في السرعات الكبيره برك نزيد نشوفوا الحصول على سرعه صغيره هذه هي المساله ما نقدروش على سرعه كبيره نديروا سرعه كبيره يصراو انزلاقات صافي يصراو لي بروبليم المحاسن المحاسن هي انه سهله التركيب تم تم تركبهم أه قليل الضجيج سيلونس ما فيهاش كيتلصقون في بعضهم بداو يدوروا ويحركوا بعضهم ما الحس كيما كيما النقل بالتعشيق المسننات ترك 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 تسمى فيها الحس الضجيج أه تحمل الصدمات اوكي مليحه مجالات الاستعمال است... تاعها تقريبا كلش تقليدي منبه أه خل اوبس نسيت نبدلهم هذو دقيقه باكو نبدلهم ثانيه صح هاني صححتهم كما راكم تشوفوا مجالات الاستخدام عاده نلاحظوها باللي تستخدم في الات التغليف اله صنع الورق اله تغليف البطاقات ولا الدينامو نتاع الدراجه ياخي الدينامو واحد الاله هكا صغيره آه خارج منها واحد نقدر نقول عليه دولاب يحتك مع العجله تاع الدراجه العجله كي دور هو يدور يعطيني يحول الطاقه هذا الحركة يحولها الى طاقه كهربائيه لتشعل تشعل الدينامو يعني لا تاع الدينامو باش يخدم يخدم نقل الحركه بالاحتكاك متفاهمين يا جماعه ولا لا لا متفهمين. هذا هو نقل الحركه بالاحتكاك تقريبا نفس المفاهيم أه نجيب نجيو لهنا للرمز النظامي تاعو كيما راكم تشوفوا عندي دولابين او عندي دولابين هذا دولاب وهذا دولاب نقدر نشوفه جنوبي من هنا ولا نقدر نشوفه من هنا في تاعو يعني في الواجهه تاعو مقابلو صح هاهم كان عندي زوج واجهات في الواجهه هذه تاع الجنوبي أرسم شكل راك تشوف نشوف دويره دو كيما هكا في وسطها دويره دو ها هي كي دويره في وسطها دويره دو نهاية الدويرة دو الثانية في وسطها دويرة دو دويرة الثانية في وسطها دويرة دو الرمز النظامي ها هو كيفاش نديروه اوكي هذا الجسم هذا المحور نديروه نقطة ونديرو دويرات دو ايزي ساهل اما في الحالة هذه أوبس. 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 اوبس 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 اوبس, اما في الحالة هذه راني يعني خربشت الحال هكا اما في الحاله الثانيه كي نشوفو كيما هكا ها هذا ها الدولاب الاول هذا الدولاب الثاني زيد اه زيدوا هذا المحور وهذا المحور اللي هنا هاو كيفاش يولي هاو كيفاش نحافظوا غير على الحدود نعاودوا نرسموا غير الحدود, نرسمو الحدود. نديروا هكا هذا تاع الاول هذا الدولاب الثاني ونديروا المحاور تك 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 تك, تك, هذا مكان سهله ولا ماشي سهله يبان لي سهله هادو كامل حفاظة تحفظهم برك هذا مكان شوية قوالب تاع تفكير كيفاش نحلو بهم دونك نلقاهم في التمارين نبداو نحلوهم تمرين تمرين تاع السلسلة اللي حطيتها لكم كامل راهي في اختبارات تمارين جبتهم من اختبارات وضعيات وتمارين اختبارات فيهم نفس الفكرة تتعاود نحلوهم مع بعضنا اللي فيهم شوية تفكير هاك تبعت سي تحاول وتبعني اوكي اوكي هذا الاحتكاك كملنا معاه نروحو دوكا نهضرو على كي يكون عندنا جسمين متباعدين ننقل الحركة بيناتهم بواسطة السير ولا بواسطة سلسلة نبداو نحكيو على السيور شرح بسيط نبداو نشرحو واش عندي آه يسمح السير بنقل الحركة الدورانية بين بكرتين متباعدتين عندك و وبكارة عندك قرص وقرص سميهم كيما تحب تنقل حركة من هذا لهذا بواسطة السير السير هذا يساعدني باش ينقل الحركة ماشي لازم بكرتين نقدروا نديروا أكثر من محور باكارة ولا نقدر نسميها محور نديروا بزاف محاور ولا بزاف بكرات ولا بزاف عجلات ولا بزاف أقراص كيما تحب يعني ماشي لازم نديروا زوج نقدروا نديروا ثلاثة أربعة خمسة ويلفهم هذاك السير أوكي أوكي الهدف طبعا هو نقل الحركه بين دوله بين او قرصين او عجلتين او باكارتين اللي يبغي الهدف تاعنا نقل الحركه اتجاه الحركه دوكا اخي حنا فصلنا قلنا اللي متلاصقين عندهم اتجاه الحركه متعاكس متعاكسين صح واللي متباعدين عندهم نفس اتجاه الحركه اوكي نفس اتجاه الحركه بصح في النقل الحركة بالسيور عندنا حالتين عندنا الربط عندنا الربط نورمال كيما راكم لهنا انواع الربط يعني دايروا لهنا رقم تسعة انواع الربط يعني داير الربط الاول خليه خاوك نخليه صغير خليه صغير على كاين ربط نورمال هذا السير ربطناه نقولوا له ربط مستقيم الربط نورمال راح يكون عندي اتجاه الحركه نفسه بين الدولة. بين ولا القرصين ولا البكرتين ها نفس جهه الدوران للبكرتين اما كي ندير ربط متصالب ربط متصالب ولا نقدروا نسميه حتى هو ربط متقاطع على حسب كيف سميته في المدرسه المهم تعكس الربط هذا واش راح يدير راح تتعكس اتجاه الدوران هذه كان واحد الوضعيه ادماجيه قالوا لهم السياره كاين مشكله راهي تمشي غير للخلف وما قال يتمشي تمشي للخلف قال لهم كاين مشكله برك اجبدوا لي المشكله تبدأ تتبع اتجاه الحركه تلقى السياره ما تمشيش للمقدمه وانما ترجع للخلف يقولك قطار لي حل بلا ما تزيد حتى حاجة يعني ما تزيد لا وسيط ما تزيد والو هنا اذا تشوف تراه اذا كانت تستخدم نقل حركة بالسيور تقول له نديرو ربط متقاطع اوكي اتجاه متعاكس للباكارة والسيارة السيارة تولي تمشي للقدام هذه وضعية ادماجية دوك شوفوها مع بعضانا اوكي يعني طب في نقل الحركة بالسيور كان عندي اتجاهين في اتجاه الحركة كان عندي اتجاهين محتملين البكرتين يدوروا في نفس الاتجاه معناتها عندك ربط مستقيم عادي اذا كان ربط متقاطع راح يمشيو في اتجاه متعاكس ها اتجاه متعاكس للبكرتين يعني عكس الاتجاه اوكي يعني راح الاتجاه اوكي كاينه طريقه تقدروا تجربوها في الدار أه... الطريقه هذه كيفاش تقدروا ديروها باش تعرف نوع الربط المتصل بالمستقيم جيب جيب زوج بوشونات نتاع قرعه بوشون نتاع قرعه ما جيب زوج لصقهم بالمسمار لان في كارتونه اوكي وجيب خيط الخيط هذا تاع الصوف ولا اي خيط مهما كان وربطهم وربطهم بشكل متصل سي دور البوشون الاول وشوف الثاني كيفاش راه يدور ارخفهم شويه بالمسامر ماشي تفكسيهم يعني يكون عندهم قابليه للدوران وابدا جرب اوكي يا جماعه تجرب هذا تبدا تكتشف وجدت نورمال عادي تولي لك مسلمات تامين ولا لا لا ما تهمين ايوا آه وين كنا كنا في عناصر نقل حركه بالطريقة هذه ولا بالطريقة هذه باش ننقلوا الحركة عندنا عدة عناصر العنصر الأول بكرة قائدة وبكرة مقتادة بكرة القائدة دوما كما قلنا هي العنصر المحرك تشفع عليها القائد هو العنصر المحرك يقول لك هو القائد هو العنصر المحرك يقول لك هو المحرك تقول هو العنصر القائد موسى الحاج حاج موسى كي يقول لي قول لي هذه قول له هذه يقول قول له هذه قول له هذه يبدا يلعب بيناتهم. اوكي هذا واش يدير المحرك ولا القائد ينقل الحركه الى الجسم المقتاد ولا الى الجسم المتحرك صح عندك مصطلحات لازم تحفظهم هذا ما كان عباره على مصطلحات تحفظهم وتبدا تلعب بهم هذا ما كان؟ أه. أه. قلنا البكره مقتاده اللي هي العنصر المتحرك يتم نقل الحركه اليه عن طريق السير هنا الحركه بيناتهم بين البكرتين يعني القائد والقائده والمقتاده يتم عن طريق السير ولا السلسله نقل بالسلاسل بالسلسلة نقل بالسير نقول لها بالسير اوكي ما السير ينقل الحركه بين جسمين متباعدين السير هذا ينقل الحركة بين جسمين متباعدين أوكي سرعة الدوران إذا كان لهما نفس القطر إذا يدوران إذا كان عندهم نفس القطر يدوران بنفس السرعة إذا كان لهما قطران مختلفان لعنده قطر صغير هو اللي يدور بسرعة أكبر كما تفهمنا الصغير هو الخفيف واللي يزرب بزاف صح كون واحد سمين سمين بزاف وانت مثلا ضعيف تبدا تجري وتفوتو عادي صح ولا لا لا صح كاينة اذا تدور بسرعة اكبر من لها قطر اصغر باش نهدروا بروفيسيونال اجابة تكون كاملة ما تقولوش صغير تقولوا من لها قطر اصغر اجابة تاعك بروفيسيونال اوكي المساوئ والمحاسن ومجالات الاستعمال ورمز النظامي هذو حفاظة ها دوك نبداو نشوفوا المساوئ تاع النقل بالسيور أه السير هذا ساعات يكون مطاطي ولا عادة ما يكون مطاطي ما نقولوا تأكل وتمزق السير بفعل الحرارة كي تزيد السرعة بزاف يسخن السير هذاك تشك يتقطع هذه من المساوئ لا تتحمل الاجهادات الكبيره وساعات يصراو انزلاقات يعني السرعه كلش ما راح يكون دقيق كي تزيد السرعه يصراو انزلاقات صح اما المحاسن أه المحاسن هذو تاع السيور هذو أه سهلة التركيب ليه ليه تركبها قليلة الضجيج ما ديرش الحس سير ما تعطيش يدور ما تسمع والو يعني الحس تاعو ما كانش ما ضجيج ويمكن تدوير عدة بكرات ببكرة واحدة كما فهمتك ماشي لازم نديرو زوج يعني لهنا يعني لو كن هذا ونفهمك مثلا عندي بكرة بكرة وبكرة هذا كامل نلفهم بنفس السير عادي اها او نفس السير يقدر يلف لي عدة بكارات عدة محاور اوكي اوكي سهلة مجلة الاستعمال هذو كامل تحفظهم نقل حركة بالسيور ماكينة تاع الخياطة ماشينة تاع اللي بها مذياع ولا مطحنة الحبوب هذو كامل ينقلوا فيهم سيستم تاع نقل الحركة بالسيور حفاظة بور هذو يقولك اذكر تذكرهم له ما فيهم تخمام ولا علم كبير ولا ما فهمتش يدير الكوراج احفظهم السمانه هذه السمانه الجايه ان شاء الله تكون ديجا خلاص تكتبهم اوكي نزيد نحط لك هذه المخططات باش تطبعوهم وتحفظوا صح رمز النظامي ساهل ها بالطريقه هذه يقدر يولي كدويره دو دويره فيهم نقطه تاع المحور وفيهم السير هذا مكان هذه النظره تاع الواجهه الاماميه وكان النظره الجانبيه اللي تجي كيما ساهلين تحفظهم في رات هذا مكان دير دويرة أسطوانة تقسمها على زوج السلام عليكم اوكي يا جماعة متفاهمين متفاهمين هذا هو نقل الحركة بالسيور نروحو مع بعضنا باش نشوفو نقل الحركة بالسلاسل نقل الحركة بالسلاسل نقل الحركة بالسلاسل نديرو فيها شرح بسيط تفهموني واش معناتها نقل الحركة بالسلاسل بواسطة سلسلة مكونة من زريدات تسمح هذوك السلسلة راهي فيها زريدات يعني حبات حبات مكونيكتيين مرتبطين بعضهم نحي هذه ها الزريدات كيفاه جايين جايين كيما هكا جايين كيما هكا متشابكين جايين كيما لا يعني ما نعرفش نرسم اوكي جايين كيما هكذا ها اوكي ها نزيد نرسم الزريده الثانيه هاي الزريده الثانيه هاي الزريده الثالثه يجيو كيما هكذا عباره على زريدات وفيهم فراغات لهنا فيهم فراغات لهنا لهنا وين يدخل المسنن ها نزيد نرسمو نديروه بالاسود ها يدخل المسنن يدخل المسنن هنا ويدخل المسنن هنا بين الزريدات المسنن هذا نديرو دويرة اوكي آه ها نجيبو لهنا باش نكملو الدوائر تاعنا هذا نقوله مثلا هذا هو الترس تاعي وفيه مسنانات آه ها فيه مسنانات والمسنن يدخل في الزريدات نتاع هذا السلسلة اللي تجي كيما هكا وتلفو مثلا وتلفو وتروح آه ها تلفو وتروح الزريدات انا يعني رسمنا هنا ثلاثة فهمتوا الفكره هكا تجي السلسله شفتوا السلسله تاع الفيالو الفيالو بواسطه سلسله مكونه من زريدات تسمح بنقل حركه بين مسننين متباعدين ولا بين ترسين متباعدين بينتهم مسافه الهدف بكل تاكيد هو العنوان تاع الوحده تاعنا نقرا فيها نقل الحركه ايزي نقل الحركه بين مسننين بصح المره هذه يكونوا متباعدين اتجاه الحركة قلنا في المتباعدين يكون عندهم نفس اتجاه الحركة نتحصل على نفس اتجاه جهة الدوران المسنن تخيل روحك في درجة تدور فيها للأمام المسنن الأول والثاني للورا يدوروا في نفس الاتجاه أوكي عناصر نقل الحركة نبدأ نسمي مسنن قائد مسنن مقتاد وش هو المسنن القائد ونسيت عفسة أهم حاجة هي السلسلة صاحب السلسلة اهي <تص> مس... مسنن القائد هو العنصر المحرك يتم نقل الحركه منه عن طريق السلسله مسنن المقتاد يتم والعنصر المتحرك يتم نقل الحركه اليه عن طريق السلسله السلسله هي الوسيله التي تنقل الحركه بين جسمين متباعدين هما في الحاله تاعنا المسنن واحد والمسنن اثنين صح سرعة الدوران قلنا إذا كان لهما نفس القطر نحن هذا ولينا بروفيسيونال نهضرو ب... بالقطر ديريكت نفس القطر يعني راهم قد بعضاهم نقولوا يا دوراني بنفس السرعة نفس القطر وعندهم نفس عدد الأسنان ها باش نتفاهموا مليح إذا كان لهما قطران مختلفين يعني واحد القطر تاعو صغير يعني مسنن صغير يعني الترس صغير عدد الأسنان تاعو أصغر من الأول واش نقول عليهم إذا يدور بسرعة أكبر من له يدور بسرعة أكبر من له قطر أصغر يعني عدد أسنان صغار عدد مسننات أقل أوكي يا جماعة فهمنا هذه ولا ما فهمناهاش هذو كامل حفاظة منا هذو كامل حفاظة مساوئ ومحاسن ما ساوي انت نقل الحركة بالسلاسل لازم نشحموها تشحيم مستمر زادو دير شوية ضجيج ثالث حاجة باهظة الثمن غالية التصنيع نتاعها غالي صعيب معنى راح يكون غالي باهظ الثمن تقدر حتى تزيدو تكتبو لهنا تصنيع ماشي ساهل تصنيع صعب اوكي المحاسن نتاعها نقدرو نتحكمو في السرعة بدقة عالية تتحمل اجهادات ما كانش انزلاقات هذو كامل تقدروا تكتبوهم يمكن تدوير عده مسننات بمسنن واحد يعني نقدروا نديروا عده مسننات نديروا كيما هكا عده مسن ندير مسنن ترس هنا ترس هنا ترس هنا ترس هنا ونلفوهم بسلسله كيما هكا ونقدر انا نتحكم غير في هذا يعني انا نتحكم في غير في هذا ندير لهنا نقدر ندور هذا وهذا كي يدور هذا كي يدور هذا كي دور يدور هذا وهذا وهذا يعني يدورهم كامل فهمتوا الفكرة ولا لا لا أوكي مجالات الاستعمال وش هي مجالات الاستعمال يا جماعة أه... نقدر نستعمل السلاسل في الدراجة الهوائية في الدبابة وفي لعب الأطفال إيزي سهلين سهلين الرمز النظامي كما راكم تشوفوا مسنن كيما هكا بشكل متقطع مسنن الثاني والسنسلة حتى هي تجي بشكل متقطع سهل هذا كم الحفاظة تحفظوهم هذا ما تحفظهم بعد تقدروا تجاوبوا بكل سهوله سي بون دوكا شرحنا الدروس نتاع نقل الحركه باربع طرق وكل حاجه وش فيها راح لكم المخطط تاع هادو باش تحفظوهم عادي ومن بعد نروحو نهبطو للتمارين ونحلوهم نلقاو بلي التمارين ساهلين ما فيهم والو فيهم غير اذكر هذه اسهل وحده في المجال هذا تاع الميكانيك اسهل وحده هي نقل الحركه لانه الاسئله تاعها سهلين فيهم شويه تخمام هذا ما كان بصح الباقي اسئله مباشرة أوه. لحقنا لنهاية الفيديو شرحنا هذا المفاهيم كامل في هذا الفيديو يعني راجعنا الفصل الثاني كامل بالتفصيل الممل إذا كنت تبعت الفيديو هذا كامل أرفع لك القبعة نستعرف بك أوكي جماعة ما تنسوش تخليو تعليقات ما تنسوش تخليو لايك باش الفيديو هذا يزيد يخرج للتلاميذ اللي رام حايرين ولا اللي رام حابين يراجعوا أوكي هيا ما نتلاقاو في الفيديو تاع التمارين